السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 4 في الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، اللي هو إحداثي منتصف قطعة مستقيمة. ده بالنسبة لنا الدرس الثاني في الوحدة الخامسة. الوحدة الرابعة كانت حساب مثلثات، وكانت عبارة عن درسين حليناهم بالكامل اللي هي النسب المثلثية، وحلينا اللي هو أهم الأسئلة عليهم اللي موجودين في كتاب المعاصر، كل دول في قائمة التشغيل. حلينا الدرس الأول وهو البعد بين نقطتين، وجه الدور النهاردة على الدرس الثاني في الوحدة الخامسة اللي هو إحداثي منتصف قطعة مستقيمة. وعايز أنبه الناس كلها لمعلومة مهمة جدا جدا ممكن ما تكونش واخد بالك منها، ان كل درسين عندك في الهندسة مرتبطين ببعض. ازاي يا باشمهندس؟ يعني عندك الوحدة الرابعة هي حساب مثلثات، الدرسين مرتبطين ببعض واسئلتهم بتيجي سوا. عندك البعد بين نقطتين واحداث منتصف قطعة مستقيمة مرتبطين ببعض واسئلتهم بتيجي في الامتحانات سوا. بعد كده اخر درسين باذن الله اللي هو الميل واجابة معادلة المستقيم، برضو الدرسين دول مرتبطين ببعض واسئلتهم بتيجي سوا. فانت باذن الله كل درسين كده لازم تحل عليهم هما الاثنين. وباذن الله هنزل لك برضو تلخيص لاهم الاسئله وازاي تحل اي مساله زي ما عملت السنه اللي فاتت. باذن الله يبقى تلخيص قوي جدا جدا باذن الله، يخليك تقفل ماده الرياضيات زي ما حصل مع طلاب السنه اللي فاتت باذن الله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن واكبر عدد من اصحابك يستفيدوا باذن الله. وكالعاده تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي فيديو النهارده. درس النهارده هو درس سهل، احنا قلنا الهندسه وحساب المثلثات سهله جدا جدا السنه دي. هي كل الفكره ان هي زي ما قلت لك ترقميه، يعني ايه كل درسين كده هتلاقيهم مرتبطين ببعض. قلت لك عايز انت تبقى شاطر في الهندسه السنه دي او حساب المثلثات، اعرف الاشكال بتاعتك، الاشكال دي تتعامل معاها، يعني اعرف خواص المربع، خواص المستطيل، خواص المعين، خواص متوازي الاضلاع، مساحه المثلث وازاي بنجيبها، مساحه المربع، مساحه المتوازي. كل دي يا باشمهندس لازم تكون عارفه، لان ده هيساعدك في الحل بصوره كبيره جدا جدا. الناس اللي هي يعني صعب عليها موضوع الاشكال ده والخواص بتاعتها، هسيب لها لينك كده في شرح خواص الاشكال لدرس كنت شرحته لطلاب الصف الاول اعدادي، هسيب لك اللينك في الوصف شوفه، لان خواص الاشكال دي مهمه جدا جدا. تمام، تعالى بقى نبتدي درس النهارده على بركه الله. بيقول لي اوجد احداثي، ده السؤال الاول، نقطه منتصف ا ب في كل من الحالات الاتيه. زي ما انا عودتك انا بلخص لك الحته اللي انا هحلها لك قبل ما احلها. ده سؤال مباشر جدا، عاطل النقطتين وعايز نقطه المنتصف. الاسئله في الدرس بتاع النهارده معظمها هتلاقي ان هو بيديك قطعه مستقيمه ايا كان اسمها وليكن ا ب، وبيقول لك عايز احداثي نقطه المنتصف. تمام، اول حاجه بيديك احداثي نقطه ا ده وليكن ان هو س واحد وص واحد. يعني ايه؟ مكان السين واحد ده اي رقم والص واحد ده اي رقم، والباء ده يبقى س اتنين وص اتنين. عشان اجيب النقطة اللي في النص دي يا باشمهندس، كل اللي بعمله انا بجمع السينات واقسم على اتنين، يعني س واحد زي س اتنين وبعدين اقسمهم على الاتنين. بعد كده يا باشمهندس بجمع الصادات وبعدين اقسمها على الاتنين، وهي دي فكرة السؤال الأول بتاعي. خلاص؟ قبل كل سؤال زي ما انت متعود هقول لك الفكره بتاعته. تمام، تعالى بقى نبتدي نحل على طول باذن الله. تعالى كده للسؤال رقم واحد، واقول لك طريقه سهله كده تمشي بيها على طول باذن الله في الحل بتاعك. هو بيقول لي انا عايز، انا اعطيني ا وباء، فاقول له والله يا باشمهندس نقطه المنتصف تساوي، على طول كده يا باشمهندس اجمع السينات، هتفتح قوس مجموعة، لازم قوس زوج مرتب، معذرة، لازم تفتح قوس زوج مرتب، وهتجمع السينات، السينات اللي هنا 3 زائد السينات اللي هنا 7 وتقسم على الاتنين، وهنا السينات 5 والصاد اللي هنا 1 واقسم على الاتنين. خلاص، انت كده عملت ايه يا باشمهندس؟ جمعت السينات وقسمت على 2 وقسمت وجمعت الصادات وقسمت على 2. بعد كده هتقول له يساوي وطلع الناتج على طول، 3 زائد 7 10، 10 على 2 فيها 5، 5 زائد 1 6، 6 على 2 فيها 3. يبقى احداثي نقطه المنتصف هي ايه يا باشمهندس؟ هي 5 و3. خلاص، زي ما قلت لك السؤال ده مباشر جدا جدا. تعال نشوف رقم 2. بيقول لي ا 5 وسالب 3، ب وسالب 1 و3 زي ما تعودنا. هقول له نقطه المنتصف هتساوي، افتح قوس
زوج مرتب 5 زائد سالب 1، ومش عايز بقى الناس تتلخبط في الجمع والطرح، على الاتنين طبعا، وسالب 3 زائد 3 برضو على الاتنين، تمام بتساوي. خلي بالك كنا بنقول في قاعدة اعدادي موجب مع سالب تديني سالب، يبقى 5 ناقص 1 4، 4 على الاتنين فال 2، سالب 3 زائد 3 عدد ومعكوسه بيساوي 0، 0 على اي رقم بيساوي 0، يبقى نقطة المنتصف بتاعتي يا باشمهندس اللي هي 2 و0، تمام. السؤال رقم 3 بيقول لي ألف بسالب 5 ودي 5 ودي 4 وسالب 4، أقول له برضه نقطة المنتصف تساوي، هجمع السينات اللي هي سالب 5 و5 وأقسم على 2، وبعد كده هجمع الصادات اللي هي 4 زائد سالب 4 وأقسم على 2، هقول له بيساوي سالب 5 زائد 5 عدد ومعكوسه بصفر، صفر على أي عدد بصفر، 4 ودي موجب مع سالب قلنا بتتحول لسالب، يبقى 4 ناقص 4 صفر، صفر على أي عدد بصفر، يبقى نقطة المنتصف بتاعتي يا باشمهندس هي إيه؟ صفر وصفر. وعود نفسك لما تلاقي السينات اللي هنا معكوس جمعي للسينات اللي هنا، والصاد اللي هنا معكوس جمعي للصادات اللي هنا، يبقى دايما النقطة بتاعتي دي هتطلع كام يا باشمهندس؟ هتطلع صفر وصفر، خلاص؟ هنكتب كده بس إحداث النقطة اللي إحنا طلعناها، تمام. السؤال رقم 4 نقطة المنتصف هتساوي، يلا بينا، صفر زائد 8، وطبعا ما تنساش ان هي مقسومة على 2، 4 زائد 0 وما تنساش برضو ان هي مقسومة على 2 هتساوي، صفر زائد 8 8، 8 على 2 فال 4، 4 زائد 0 4، 4 على 2 فال 2، يبقى النقطة بتاعتي يا باشمهندس هي 4 و2، زي ما انت شايف السؤال ده مباشر جدا جدا وسهل. رقم 5 برضو اقول له نقطة المنتصف هتساوي 2 زائد 6 على ال 2، 4 زائد 0 وطبعا على ال 2 هتساوي 2 زائد 6 8، 8 على 2 فال 4، 4 زائد 0 4، 4 على 2 فيها ال 2، يبقى انا كده يا باشمهندس جبت احداثي المنتصف، تمام. السؤال رقم 6 برضو عايز نقطة المنتصف هتساوي السينات اللي هي 7 زائد سالب 1 وطبعا مقسومة على 2، وسالب 6 زائد 0 وطبعا مقسومة على 2 بتساوي، قلنا ما موجب ورا سالب يبقى سالب، 7 ناقص 1 يبقى 6 على 2، وسالب 6 زائد 0 اللي هو سالب 6 على 2 هتساوي 6 على 2 يبقى 3، سالب 6 على 2 يبقى سالب 3، يبقى النقطة بتاعتي يا باشمهندس هي 3 وسالب 3، وده كده بالنسبة للسؤال الأول بالكامل، زي ما أنت شايف كده سؤال سهل ومباشر جدا جدا ما فيهوش أي حاجة، تمام؟ تعال نخش للسؤال رقم 2، السؤال رقم 2 بيقول لي إذا كانت النقطة س وصفر منتصف أ ب، هي دي الفكرة التانية بتاعتنا يا باشمهندس، إن هو بيديني نقطة المنتصف، يعني هيديني قطعة مستقيمة أهي اللي هي اسمها أ وباء، ويقول لي ألف بكذا وباء وكذا وهيديني نقطة المنتصف، فهنتعامل بنفس الطريقة اللي اتعاملنا بيها في السؤال الأول، تمام. أنت بتقول لي النقطة اللي هي اسمها س وصفر هي نقطة المنتصف، تمام. فبيقول لي ده كمان عاطيلي الألف اللي هي 1 وسالب 5، وعاطيلي الباء اللي هي 2 و5، تمام. أنت عايز السين، خلي بالك السين دي اللي هي السينات، طب إحنا كنا بنجيبها إزاي؟ كنت بتقول لي يا باشمهندس بنفتح قوس وبنجمع السينات، يبقى 1 زائد 2 واقسمه على 2، وسالب 5 زائد 5 واقسمها على 2، اصبح كده يا باشمهندس ان انا بجيب نقطه المنتصف، افتح قوس كده، 1 زائد 2 يبقى 3، يبقى دي 3 على 2، سالب 5 زائد 5 0، 0 على 2 تساوي 0، يبقى نقطه المنتصف هي 3 على 2 و0، طب ما بيقول لك هي نقطه المنتصف س وصفر، يبقى اكيد السين بتساوي كام؟ 3 على الاثنين، وكده كده الصفر موجود، فدي برضو مساله مباشره، يبقى هنا يا باشمهندس السين بتاعتي بكام؟ ب 3 على الاثنين، تمام. سؤال برضو سهل، تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي اذا كانت النقطه 5 و3 منتصف ا ب، حيث ا بكذا وباء بكذا، فاوجد قيمه ص، تمام. برضو بنفس الطريقه، وقال لي برضو ان انا معايا قطعه مستقيمه اسمها ا ب، وادالي نقطة المنتصف اللي هي 5 و3، وبيقول لك إن أ
هنا بواحد ودي ألف 15 وصاد، والباء عندك يا باشمهندس بسالب 5 وسالب 2. فبيقول لي أنا عايز إيه يا باشمهندس؟ أنا عايز قيمة صاد. تمام، ركز بقى معايا. هو دلوقتي هنعمل إيه؟ عندك طريقتين، طريقة الكتاب وطريقة أنا أقولها لك سهلة جدا. تمام، مش إحنا قلنا عشان نجيب الصاد اللي هنا بنجمع الصاد دي مع الصاد دي ونقسمها على الاتنين؟ طب ما تيجي نجمع كده، يبقى صاد زائد سالب 2 على الاتنين، لما اجمع الصادات هتديني الصاد اللي هنا اللي هي 3. طب ما تيجي كده نعمل مقص، يبقى صاد زائد 2 دي هتتحول لسالب، يبقى صاد ناقص 2. صاد ناقص 2 لما اضربها في 1، صاد في 1 بصاد، وسالب 2 في 1 بسالب 2 هتساوي 2 في 3 بتساوي 6. انا ضربت مقص، هودي السالب 2 الناحية التانية هتبقى موجب 2، يبقى الصاد هتساوي 6 زائد 2 بتساوي كام؟ 8. يبقى انا طلعت قيمة الصاد بتساوي 8. طب دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية واللي أنا بفضلها وأستعملها كتير معاك في درس النهاردة، أنت بتشوف النقط اللي معلومة معاك، فين الصاد اللي معلومة يا باشمهندس؟ الصاد المعلومة بتاعتي يا باشمهندس اللي هي هنا، اللي هي السالب 2، وهنا عندي نقطة المنتصف. فكل اللي هتعمله هتضرب احداث الصاد بتاع نقطة المنتصف ده في 2، يعني هتقول 3 في 2 وتحطهم في قوس، ناقص الصاد المعلومة، الصاد المعلومة اللي هي سالب 2، هتساوي 3 في 2 ب6، سالب مع سالب هيتحول لموجب، يبقى اصبحت 6 زائد 2 تساوي 8. ده لو انت مش حابب ان انت تعملها معادلات. يبقى هتعمل ايه تاني؟ اكرر، هتضرب احداث الصاد بتاع نقطة المنتصف في 2 وتطرح منه ده. طب لو كان السين برضو هتضرب السين في 2 وتطرح منه الصاد اللي هي هنا. طب ما تيجي نجرب كده، 5 لما اضربها في 2 ونقص منها سالب 5، 5 في 2 هتساوي 10، السالب مع السالب اصبح موجب، يبقى 10 زائد 5 بتساوي 15، اديت لي السينات اللي هي هنا. خلاص، فدي برضو طريقة سهلة ممكن تستعملها، مفيش اي مشكلة. تعال نخش على كده السؤال رقم 3 خلص، تعالى نخش على رقم 4. بيقول لي سجانك جيم، تعالى كده نرسم اهي، جيم هي المنتصف اللي هي 6 وسالب 4، حلوة. وعطيلي الالف اللي هي 5 وسالب 3، وبيقول لي انا عايز احداث النقطة بقى. دي الف ودي باء ودي جيم، باء دي طبعا هتبقى سين وص. تمام، زي ما قلت لك طريقة سهلة جدا جدا، يا اما تعملها بطريقة الكتاب يا اما بتعملها بالطريقة اللي انا قلت لك عليها. تمام، ازاي؟ انا عايز اجيب السين صح؟ هضرب الرقم ده في 2، يبقى 6 في 2 ونقص منه السين اللي هنا، يبقى ناقص 5. 6 في 2 ب 12، ناقص 5 يبقى بيساوي 7. يبقى انا جبت السين اللي هنا بيساوي 7. تمام، الطريقة بقى اللي بعدها سالب 4 هضربها في 2 ناقص، وخلي بالك من الاشارات، ناقص ناقص 3، سالب مع سالب هتتحول لموجب، سالب 4 في 2 بسالب 8 واصبحت زائد 3. الشرط الكبير سالب انقلها، 8 ناقص 3 بتساوي 5. يبقى احداث النقطه بقى يا باشمهندس هي 7 وسالب 5. جبتها بطريقه سهله جدا اهو. طب ايه هي طريقه الكتابه يا باشمهندس؟ بيقول لك لما بتجمع السينات مع بعض، يعني لما تقول لي 5 زائد س وتقسمهم على الاثنين هيديك السينات اللي هنا اللي هي 6. بعد كده بيقول لك لما تجمع الصادات مع بعض اللي هي سالب 3 زائد صاد وتقسمهم على 2 هيديك الصاد اللي هنا اللي هي سالب 4. بعد كده يا باشمهندس بتعمل مقص، 2 في 6 ب 12 بتساوي 5 في 1 ب 5 و5 في س ب س. بعد كده هودي ال 5 الناحيه الثانيه هتبقى سالب 5، يبقى الس هتساوي 12 ناقص 5 تساوي 7. هنا برضو هنضرب مقص، سالب 3 في 1 بسالب 3 وصاد في 1 بصاد، 2 في سالب 4 بسالب 8. بعد كده هودي السالب 3 الناحية التانية هتبقى موجب 3، يبقى صاد بتساوي سالب 8 زائد 3، الشرط الكبير سالب و8 ناقص 3 بتساوي 5. يبقى جبت السين وجبت الصاد. يبقى انت كده استخدمت معادلتين والطريقة بتاعتي حلتها في خطوة واحدة. فانت اللي يريحك اشتغل بيه، محدش هيقدر في الامتحان يقول لك لا، وكل طلابي شغالين بالطريقة دي وبإذن الله بيقفلوا الامتحانات. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5 يا باشمهندس بيقول لي إذا كان الجيم منتصف أ ب فأوجد س وصاد في كل من الحالات الآتية. أول ما يديك نقطة المنتصف تستخدم الطريقة اللي أنا قلت لك عليها على طول. خلي بالك الجيم هي المنتصف. طب ما تيجي كده، أنا بحب أرسمها عشان المسألة تبقى واضحة. آدي الجيم يا باشمهندس اللي هي عبارة عن س وصاد، ومعايا الألف اللي هي يا باشمهندس 1 و5،
ومعايا الباء اللي هي 3 و7، ده الألف ده الجيم ده الباب. انت عايز دلوقتي نقطة المنتصف يبقى اجمع للصادات، يبقى واحد السينات سوري 1 زائد 3 واقسمها على 2، اجمع للصادات 5 زائد 7 واقسمها لي على 2 وقول له بيساوي 1 زائد 3 4، 4 على 2 فيها 2، 5 زائد 7 12، 12 على 2 فيها 6. يبقى احداثي نقطة المنتصف يا باشمهندس اللي هي الجيم هي عبارة عن النقطة 2 و6. دي مسألة مباشرة. رقم 2 بيقول لي، قلت لك انا بحب ارسم اهو، دي الجيم دي الالف دي الباء، الالف معايا بسالب 3 وصاد، الباء ب9 و11، الجيم بسين وسالب 3. ركز بقى معايا، انا عشان اجيب السين اللي هنا يا باشمهندس كل اللي اعمله هجمع السينات اللي هنا واللي هنا واقسم على الاثنين. يلا يبقى عشان اجيب السين دي هقول له بتساوي سالب 3 زائد 9 واقسم على الاثنين. الشرط الكبير موجب، يبقى موجب 9 ناقص 3 يبقى 6، يبقى 6 على 2 تساوي 3. يبقى عرفت السين اللي هنا بكام يا باشمهندس؟ ب3. عشان اجيب الصاد، طالما الصاد دي يا باشمهندس مش في النص، باخد الصاد اللي هنا اضربها في 2، يبقى سالب 3 في 2، واطرح منها الصاد اللي انا عارفها اللي هي ناقص 11، بتساوي سالب 3 في 2 بسالب 6 وسالب 11، الاشارتين سالب، انقل السالب، 6 و11 يبقى 17. يبقى كده جبنا السين ب3 وجبنا الصاد بسالب 17، وزي ما قلت لك دي طريقه سهله جدا جدا. تعال نشوف اللي بعدها، كده حلنا رقم 2. بيقول لي زي ما قلت لك ارسم عشان تعرف هو عايز ايه بالظبط. الالف بسين وسالب 6، دي سين وسالب 6 وطبعا دي الالف، بعد كده الباء ب9 وسالب 11 تمام، والجيم بسالب 3 وصاد. حلو قوي، خلي بالك انت عارف الصاد هنا وهنا فتعرف تجيب الصاد دي، يبقى الصاد بتساوي هتجمع، يبقى سالب 6 زائد سالب 11 على الاثنين. خلي بالك موجب مع سالب يبقى سالب، سالب 6 وسالب 11 يبقى سالب 17، ودي يا باشمهندس 2، يبقى بتساوي سالب 17 على الاثنين اللي هي سالب 8 ونص. يبقى احنا كده جبنا الصاد. طب احنا عايزين نجيب السين دي، طالما يا باشمهندس السين دي في الطرف هاخد السين اللي هنا اضربها في 2، يبقى سالب 3 في 2، انقص منها السين اللي هنا يبقى ناقص 9، سالب 3 في 2 بسالب 6 ناقص 9، الاثنين سالبين اللي السالب 6 و9 يبقى 15. يبقى عجبنا ان السين بسالب 15 والصاد بسالب 8 ونص. مسألتك خلصت. السؤال رقم 4، ادي الخط المستقيم، ادي الجيم، ادي الالف، ادي الباء. الالف معايا بسين و3، الباء ب ده الباء سوري 6 وصاد، والجيم 4 و6 تمام. العدد اللي انا عايزه على الطرف، طالما على الطرف اضرب العدد اللي في النص في 2، 4 في 2، ونقص منه السين اللي انا عارفها اللي هي 6، 4 في 2 ب8، 8 ناقص 6 هتساوي 2. برضو الصاد اللي انا عايزها على الطرف اضرب الصاد اللي في النص في 2، يبقى 6 في 2 ناقص الصاد اللي انا عارفها اللي هي 3، يبقى 6 في 2 ب12 ناقص 3 بيساوي 9. يبقى السين جبتها ب2 والصاد جبتها بكام يا باشمهندس؟ جبتها ب9، وكده مسألتك خلصت ما فيهاش أي مشكلة، تمام. بيقول لي إذا كان الجيم 6 وسالب 4 منتصف ألف باء حيث ألف بكذا وباء وكذا، فإن نقطة باء هي إيه؟ حد يقدر يمنعك إن أنت ترسم؟ ارسم. آدي ألف، آدي باء، وجيم اللي هي في النص 6 وسالب 4. هنا الألف ب5 وسالب 3. والباء مش عارفها يبقى هي سين وصاد. يبقى اللي مش عارفه طالما في الطرف بضرب السين اللي في النص في 2، يبقى 6 في 2، ونقص منها السين اللي في الطرف اللي هي 5، 6 في 2 ب12، 12 ناقص 5 تساوي 7. يبقى جبنا السين بتساوي 7. خلي بالك في الاجابات في واحده 7 و5 وواحده سالب 7 و5، يبقى هي واحده من الاثنين دول، تمام. تعال نجيب الصاد، الصاد اللي انا عايزها في الطرف هضرب الصاد اللي في النص في 2، يبقى سالب 4 في 2 ناقص الصاد اللي انا عارفها في الاول اللي هي سالب 3 بتساوي، خلي بالك سالب مع سالب موجب، سالب 4 في 2 سالب 8 ودي موجب 3، اشاره الكبير سالب، 8 ناقص 3 5، يبقى الصاد بسالب 5. فين النقطه اللي السين ب7 والصاد بسالب 5؟ هي النقطه ده يا باشمهندس، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي ده. خلاص بكده خلصنا الجزء ده من الاسئله. تعال نشوف اللي بعده.
السؤال رقم 2 بيقول لي إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف أ ب، حيث أ بكذا فإن ب بكام؟ تعالى كده يا باشمهندس نشد ونفرض إن النقطة دي ج وأدي أ وأدي ب. أ عطاها لي بخمسة وسالب 2، وبيقول لي نقطة المنتصف هي نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر، والباء أنا مش عارفها اللي هي س وص. في طريقة سهلة جدا جدا جدا، بيقول لي طالما نقطة الأصل هي المنتصف هات المعكوس الجمع بتاع ده، الخمسة يبقى معكوسها الجمع سالب خمسة، وهات المعكوس الجمع بتاع ده دي سالب 2 يبقى معكوسها 2، يبقى النقطة هي ايه يا باشمهندس؟ سالب 5 و2 اللي هي الإجابة د من غير ما حل. طب يا باشمهندس بعد إذنك حل، مفيش أي مشكلة. السين دي يا باشمهندس في الطرف صح؟ يبقى اضرب لي يا باشمهندس النقطة اللي هنا في 2 يبقى 0، 0 في 2 ب 0، ونقصها لي من هنا يبقى ناقص 5، 0 ناقص 5 يبقى سالب 5. برضو الصاد اللي انا عايزها في الطرف اضرب الصاد اللي في النص في 2، 0 في 2 بصفر وناقص ناقص 2 مع ناقص الصاد اللي انا عارفها، سالب وسالب يبقى موجب، يبقى اصبحت موجب 2. يبقى بكده يا باشمهندس دي سالب 5 ودي موجب 2 اللي هي الاجابه د. حلوه قوي. بيقول لي اذا كانت ج بكذا و الف وباء، تمام هتيجي كده نرسم بعد اذنك، ادي الج وادي الالف وادي الباء. الألف معايا بسين وسالب 6، الباء بواحد وسالب 8، الجيم اللي هو عايزها بسالب 3 وسقط. حلوة. خلي بالك السين اللي هو عايزها في الطرف يبقى أضرب السين اللي في النص في 2 يبقى سالب 3 في 2، ونقص منها السين اللي انت عارفها اللي هي 1. سالب 3 في 2 بسالب 6 ناقص 1، سالب مع سالب يديني سالب 6 زائد 1 7، يبقى الإجابة بتاعتي سالب 7. يبقى احنا كده جبنا السين يا باشمهندس بسالب 7، خلي بالك دي السين. عشان أجيب الصاد، خلي بالك الصاد اللي هنا في النص يبقى أجمع وأقسم على الاتنين، يبقى تساوي سالب 6 موجب سالب 8 على الاتنين، موجب مع سالب يبقى سالب، سالب 6 وسالب 8 حط السالب 6 و8 14 على الاتنين هتصبح سالب 7. يبقى انا اصبح ان السين بسالب 7 والصاد بسالب 7. فبيقول لي بعد كده يا باشمهندس اجمع لي السين مع الصاد، اقول له تمام، سين زائد صاد هتساوي سالب 7 زائد سالب 7، ده مع ده هيديني سالب، سالب 7 وسالب 7 احط السالب، و7 و7 14، يبقى الاجابه سالب 14 اللي هي الاجابه ده يا باشمهندس. خلاص السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان ا ب قطر في دائره، وركز معايا، هو أنا دلوقتي يا باشمهندس لو أنا معايا دايرة مركزها ميم وبقول لك إن القطر اسمه ألف باء، مش ميم دي اللي هو ألف ميم نصف قطر وميم باء نصف قطر، يبقى ميم دي بتقع فين؟ في المنتصف. يبقى أنا يا باشمهندس لما أديك قطر الدايرة اعرف إن المركز بتاعها هو نقطة المنتصف، تمام. هو بيقول لي هنا ألف بتلاتة وسالب خمسة والباء بخمسة واحد، فعايز نقطة المركز. طالما عايز نقطة المركز يبقى نقطة المنتصف يبقى اجمع، يبقى السين هتساوي اجمع لي السينات، يبقى 3 زائد 5 على الاتنين، 3 زائد 5 8، 8 على الاتنين فال 4، الصاد هتساوي اجمع لي الصادات يبقى سالب 5 زائد 1 على الاتنين، الشرط الكبير سالب، اطرح 5 ناقص 1 4 على الاتنين، 4 على الاتنين فال 2 وحط السالب، يبقى دي 4 ودي سالب 2، يبقى الاحداث بتاعي هو يا باشمهندس 4 وسالب 2 اللي هي الاجابة ألف. خلاص؟ سهلة جدا جدا. بيقول لي إذا كان أ ب ج د مربع، ارسمه لي بعد إذنك أهو، أ ب ج د. بيقول لي الألف دي بتلاتة وأربعة، الجيم بخمسة وستة، فإن نقطة تقاطع قطري. بنفس الطريقة يا باشمهندس أنا عارف إن أقطار المربع بتنصف نفسها، يعني ميم دي في النص يعني الحتة دي قد الحته دي، فانا برضو لو جبت احداثي المنتصف هيطلع لي منتصف او نقطه تقاطع القطرين، بخلي بالك برضو النقطه دي قد النقطه دي، يعني لو كان عاطي لي بقى وده لا اقدر اجيب دي برضو. يبقى كل اللي اعمله اقول له السين هتساوي، هجمع السينات مع بعض يبقى 3 زائد 5 على 2، 3 و5 8 8 على 2 فال 4، هجمع الصادات برضو يا باشمهندس يبقى 4 زائد 6 على 2، 4 زائد 6 10، 10 على 2 يبقى فيها الخمس. يبقى النقطة بتاعتي هي 4 و5 يا باشمهندس اللي هي الإجابة إيه؟ اللي هي الإجابة ج. خلاص؟ فيها حاجة صعبة؟ تعالى نشوف اللي بعدها. السؤال اللي رقم 6 بيقول لي إذا كانت م 1 و2 هي نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع أ ب ج د، حيث أ بكذا فإن ج بكام؟ تمام، تعالى كده قلت لك الأشكال مهمة جدا جدا.
ده دلوقتي متوازي أضلاع اسمه ألف باء جيم دال. بيقول لي إن ميم نقطة تقاطع قطري، تمام أهو آدي ميم. الميم دي هكتبها لك فوق كده عشان تبقى واضحة، هي واحد واتنين، حلو أوي. وبيقول لي أنا معايا ألف باتنين وخمسة، تمام، وعايز إيه؟ عايز الجيم. تعالى نقول إن الجيم دي سين وصاد. خلي بالك احنا قلنا برضو ان هنا برضو تقاطع القطرين متساوي، يعني الحته دي قد الحته دي. طب هو كده يا باشمهندس عاطله نقطه المنتصف، انت عارف دي كانها ايه؟ تعال نرسمها كده، ادي الالف وادي مين في النص، وادي يا باشمهندس الجيم، الجيم اللي هي س وص، والميم اللي هي واحد واثنين، والالف اللي هي اتنين وخمسة. النقطه اللي انا عايزها في الطرف يبقى س بتساوي، هضرب السين اللي في النص في اتنين يبقى واحد في اتنين، واطرح منها السين اللي انا عارفها اللي هي اتنين، واحد في اتنين باتنين، اتنين ناقص اتنين بتساوي صفر. الصاد بنفس الطريقة اللي انا عايزها في الطرف، هضرب الصاد اللي في النص في اتنين يبقى اتنين في اتنين ناقص النقطة اللي انا عارفها اللي هي الصاد اللي هي خمسة، اتنين في اتنين باربعة ناقص خمسة، الشرط الكبير سالب وخمسة ناقص اربعة واحد، يبقى النقطة هي صفر وسالب واحد، اللي هي الاجابة يا باشمهندس اللي هي الاجابة ب. خلاص؟ هل انت شايف ان في صعوبة في الاسئلة؟ قلت لك لازم تبقى عارف تواصل الاشكال، واسيب لك لينك شرح الفيديو ده اللي انا شرحته في اولى اعدادي في وصف الفيديو. تعال نشوف الاسئلة اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 7، بيقول لي اذا كانت دي منتصف ا ب فان س بكام؟ برضو حلينا كتير جدا جدا. تعال كده نرسم دي ا ودي ب، وتعال نفرض النص ج، مفيش اي مشكلة. بيقول لي النقطة هي نص وخمسة على اتنين، والألف بواحد وسالب واحد، والباء بسين وستة، حلوة. بيقول لي أنا عايز سين، خلي بالك سين اللي أنا عايزها في الطرف، يبقى هضرب سين اللي في النص في اتنين يبقى نص في اتنين، واطرح منها السين اللي أنا عارفها اللي هي واحد، الاتنين راحت مع الاتنين يفضل لي واحد ناقص واحد بيساوي صفر، فإن سين بتساوي صفر. بس كده يا باشمهندس، بس كده هي الالف. طبعا لو انت حليتها بالطريقه الثانيه هتطول معاك وممكن تتلخبط في القصور، فعشان كده بقول لك الطريقه دي سهله جدا جدا. السؤال بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 8، بيقول لي اذا كان محور السينات ينصف ا ب، واعطي لي ا ب، تعالى بعد اذنك نرسم، ادي ا ب، ا ب 3 و2 والباء بسالب 2 وص. خلي بالك بيقول لك ان محور السينات هو اللي بينصف. طب خلي بالك ان هي نقطة المنتصف تبقى تقع على محور السينات، وطالما تقع على محور السينات يبقى لازم الصاد بتاعتها بصفر، يبقى هي اي نقطة كده اي رقم ولازم الصاد بصفر، يبقى النقطة دي يا باشمهندس اي رقم والصاد بصفر، تمام؟ يبقى انا عرفت يا باشمهندس ان احداثي الصاد اللي في النص صفر. طب انت عايز قيمه الصاد، الصاد اللي انا عايزها في الطرف، يبقى اضرب الصاد اللي في النص في 2 يبقى صفر في 2، ناقص الصاد اللي انا عارفها يبقى سالب 2، صفر في 2 بصفر ناقص 2 يبقى يديني سالب 2، يبقى الصاد بتاعتي بكام؟ بسالب 2، اللي هي الاجابه دي. خلاص. طب هو لو كان محور الصادات هو اللي ينصف، يبقى النقطه تقع على محور الصادات، يبقى س هي اللي بصفر والصاد بأي رقم، تمام؟ تمام. بيقول لي إذا كانت أ بكذا وباء بكذا، ج منتصف أ باء حيث ج بكذا وكذا، فإن س وص. حلينا منها كتير جدا. تعال نرسم كده، آدي الألف وآدي الباء، الألف بتلاتة وص، والباء بخمسة وسالب اتنين، حلو. الج منتصف أ باء حيث الج بتاعتي س واتنين، ماشي. بيقول لي أنا عايز السين وعايز الصاد. السين اللي انا عايزها في النص مفيش اسهل من كده، اجمع السينات واقسم على 2، يبقى 3 زائد 5، السين اللي هنا 3 والسين اللي هنا 5 واقسم على 2، 3 زائد 5 8، 8 على 2 تساوي 4، يبقى جبنا السين بتساوي كام؟ بتساوي 4. بعد كده بيقول لي هات لي الصاد، خلي بالك الصاد هنا اهي، يبقى الصاد هتساوي الصاد طالما في الطرف يا باشمهندس، بضرب الصاد اللي في النص في 2 واطرح منها الصاد اللي انا عارفها اللي هي سالب 2، 2 في 2 ب 4 وسالب مع سالب اصبح موجب، يبقى 4 زائد 2 يساوي 6، يبقى جبت احداث الصاد بكام يا باشمهندس؟ بتساوي 6. يبقى انا كده جبت السين وجبت الصاد، كده خلصنا الجزء ده من الاسئله. تعال نشوف اللي بعده. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي اذا كان باء تنتمي لالف جيم حيث الف باء بيساوي باء جيم، ما تيجي كده بعد اذنك نرسم الف باء، ماشي. بيقول لي جيم باء بتنتمي لألف جيم، لا ده اسمه ألف جيم، معذرة، تمام. بيقول لي
ان باء تنتمي لالف جيم، حيث الف باء قد باء جيم، يعني لازم نقطة باء تبقى في المنتصف عشان يبقى الف باء قد باء جيم يا باشمهندس. تمام. طب ما الف اديتها لي بكام؟ بصفر وخمسة. جيم اديتها لي بكام؟ بسالب اربعة وسالب واحد. فبيقول لي انا عايز نقطة باء اللي هي دي، ما باء دي في المنتصف. تمام. تعال نفرض انها س وص. طالما س في النص اجمع واقسم على الاثنين، يبقى صفر زائد سالب اربعة على الاثنين، يبقى سالب اربعة على الاثنين بسالب اتنين. الصاد اجمع الصادات واقسم على الاثنين، خمسة زائد سالب واحد على الاثنين، موجب مع سالب يبقى سالب، خمسة ناقص واحد اربعة، اربعة على الاثنين فيها الاثنين. يبقى انا كده جبت احداثي النقطة بقى يا باشمهندس اللي هي سالب اتنين واتنين. تمام. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان ا ب ج د اربع نقط تقع على استقامه واحده، وكان ا ب بيساوي ب ج بيساوي ج د، خلي بالك ده الطرف وده الطرف، يبقى القطع اسمها ا د. ماشي. متقسمه يا باشمهندس لثلاث حتت قد بعض، بحيث ان ا ب اللي هي اول حته بتساوي ب ج اللي هي ثاني حته بتساوي ج د اللي هي دي. حلوه قوي يا باشمهندس. يبقى انا معايا ايه؟ ثلاث حتت قد بعض. بيقول لي الالف بواحد وثلاثه، ماشي، والجيم بخمسة وواحد. فبيقول لي فإن النقطة باء بكام والنقطة د بكام؟ ركز بقى معايا، خلي بالك إن باء هي منتصف أ ج، صح؟ ما دي قد دي. يبقى أنا أجمع يا باشمهندس وأقسم على الاتنين، يبقى السنة تساوي واحد زائد خمسة على الاتنين، واحد زائد خمسة ستة، ستة على الاتنين فيها التلاتة. الصاد يا باشمهندس تلاتة زائد واحد على الاتنين، يبقى 4 على 2 بتساوي 2. يبقى انا جبت النقطة بقى يا باشمهندس اللي هي طلعت معايا 3 و2. طب بعد كده يا باشمهندس انا جبت الباء، تعالى بعد اذنك هكتبها فوق كده اللي هي 3 و2. بيقول لي انا عايز النقطة د، تعالى نفرض ان الد دي س وص. ممكن تنسى بقى المسألة الأولانية، انا معايا دلوقتي يا باشمهندس ان باء 3 و2 ومعايا نقطة المنتصف اللي هي 5 و1 ود دي النقطة اللي انا عايز اجيبها، انا هشتغل على الحتة دي اللي هي باء د. طب ما انا يا باشمهندس اللي انا عايزه في الطرف، يبقى هضرب الرقم اللي في النص في 2، يبقى 5 في 2، ونقص يا باشمهندس منها السن اللي انا عارفها اللي هي 3، يبقى 5 في 2 ب 10، 10 ناقص 3 تساوي 7. الصاد بنفس الطريقه اللي انا عايزها في الطرف، هضرب الصاد اللي في النص في 2، يبقى 1 في 2، ونقص منها الصاد اللي انا عارفها اللي هي ال 2، 1 في 2 ب 2، 2 ناقص 2 تساوي 0. يبقى النقطه يا باشمهندس ده اللي هي 7 و0، ويبقى كده مسألتك خلصت. تمام. بيقول لي رقم 4 ا د متوسط في المثلث ا ب ج، زي ما انت عارفني انا بحب ارسم، معايا مثلث اسمه ا ب ج، من خواص المتوسط بيبقى كده يا باشمهندس وبينص في القاعده. تمام. واسمه المتوسط اسمه ا د. بيقول لي م منتصف ا د، معايا نقطه في النص كده اسمها م، حيث ده قد ده. ماشي. بيقول لي ا ب 0 و8، وبيقول لي ان باء بسالب 3 و6، و ج، لا ده ج هي اللي سالب 3 و6، دي 3 و2، والج سالب 3 و6. فبيقول لي فان النقطه د بكام والنقطه م بكام؟ ركز معايا، مش انا رسمت؟ ايوه انا سهلت على نفسي. خلي بالك ان د منتصف باء ج، ما انا معايا باء ومعايا ج، يبقى اقدر اجيبها. تعالى نفرض ان هي س وص، يبقى عشان اجيبها يا باشمهندس اجيب السينات اجمع، طالما في النص اجمع واقسم على الاثنين، يبقى 3 زائد سالب 3 على الاثنين، عدد ومعكوسه صفر، صفر على الاثنين تساوي الصفر. الصاد بتساوي يا باشمهندس اجمع الصادات واقسم على الاثنين، 2 زائد 6 8، 8 على الاثنين تساوي 4. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت الدال اللي هي كام؟ صفر و4. تمام. خلي بالك تعالى نشيلها ونحط مكانها صفر و4 كده. انا معايا الالف ومعايا الدال وميم في النص بتاعهم، يبقى ميم اقدر برضه اجيبها، طالما عايز اللي في النص اجمع السينات. خلي بالك الالف بتاعي كام؟ بصفر وتمانية، يبقى اجمع السينات، يبقى س هتساوي صفر زائد صفر على الاثنين، صفر على اي عدد بيساوي صفر. اجمع الصادات، احنا جبنا الصاد اللي هنا باربعة والصاد اللي هنا بتمانية، يبقى اربعة زائد تمانية على الاثنين، يبقى 12 على الاثنين فيها ستة، يبقى النقطة بتاعتي يا باشمهندس هي كام؟ صفر وستة. خلاص. ويبقى كده خلصت مسألتك بكل بساطة. لازم تبقى عارف خواص الأشكال زي ما قلت لك في أول حصة عشان تحل أي مسألة بإذن الله. تعال نشوف السؤال رقم 8.
بيقول لي إذا كانت أ بواحد وسالب 6 ب بتسعة واتنين، فأوجد إحداثيات النقط التي تقسم أ ب إلى أربعة أجزاء متساوية في الطول. تمام، ركز معايا، أنا معايا أ وباء هما الطرفين بتوع القطعة المستقيمة، فأنا هرسم أ باء وهحط الإحداث بتاعهم أ بواحد وسالب 6 والباء بتسعة واتنين. حلو، بيقول لي عايز إحداثيات النقط التي تقسم أ ب لأربع أجزاء متساوية، يعني أنا أقسم دي الأربع أجزاء، أدي جزء، أدي التاني، أدي التالت، أدي الرابع، الأربع أجزاء دي يا باشمهندس قد بعض. طب ما تيجي كده نسمي النقط اللي في نصهم يا باشمهندس، بنسميها إيه؟ د ه واو، سميها أي رمز، س ص ع، أي حاجة، تمام؟ ركز بقى معايا، أنا هجيب يا باشمهندس دلوقتي النقط دي إزاي؟ خلي بالك ان انت لازم تجيب هاء الاول. ليه يا باشمهندس هاء الاول؟ عشان هاء لما تجيبها هي في منتصف اهي، تمام؟ فلما اجيبها يا باشمهندس ما بين ا وباء هعرف اجيب الدال والواو، يبقى اي قطعه مستقيمه بتتقسم هات النقطه اللي في النص. انا عارف ان هاء منتصف ا باء، طب ما انا معايا ا ومعايا باء، يبقى هجيب الهاء دي، تعالى نفرض ان هي س وص، يبقى الس بتساوي هجمع السينات يبقى 1 زائد 9 على ال2 يبقى 10 على ال2 تساوي 5. الصاد هتساوي هجمع الصادات يبقى سالب 6 زائد 2 على ال2، الشرط الكبير سالب 6 ناقص 2 4 على ال2 يبقى سالب 2. يبقى انا اول حاجه جبتها يا باشمهندس نقطه هاء طلعت معايا ب 5 وسالب 2، خلاص تعالى نحطها فوق كده، يبقى دي 5 وسالب 2. تمام تمام، تعالى بقى يا باشمهندس نجيب د، هي د دي ايه؟ في نص ا هاء، طب ما انا معايا ا ومعايا هاء، اقدر اجيبها بنفس الطريقه، يلا بينا يا باشمهندس. هجيبها ازاي يا باشمهندس بقى بنفس الطريقه بتاعتي؟ هقول السين بتساوي، هجمع السينات، بس خلي بالك السينات المره دي 1 و5 اقسم على الاثنين، يبقى 1 زائد 5 6، 6 على الاثنين بتساوي 3، اجمع الصاد، الصاد اللي هنا سالب 6 وسالب 2، سالب 6 وسالب 2 على الاثنين، الاثنين سالب 6 و2 8 على الاثنين يبقى سالب 4. يبقى انا جبت نقطة د يا باشمهندس، خلي بالك دي نقطة هاء ودي نقطة د، يبقى د معايا بكام؟ ب 3 وسالب 4. طب ما تيجي نجيب واو كده، هي واو مكانها فين؟ في نص هاء باء، طب ما انا معايا هاء ومعايا باء بنفس الطريقة، يبقى س بتساوي، اجمع السينات 5 زائد 9 اقسم على الاثنين، 5 و9 14 على الاثنين فال 7، الصاد بنفس الطريقة اجمع لي الصاد سالب 2 زائد 2 على ال2 عدد ومعكوسه صفر، صفر على أي عدد بيساوي صفر، يبقى دي النقطة واو. يبقى أنا كده يا باشمهندس جبت له التلات إحداثيات، أول حاجة منتصف أ ب هو عبارة عن 5 وسالب 2 أهو، منتصف أ ب 5 وسالب 2، ومنتصف أ هاء اللي هو الدال طلع معايا ب 3 وسالب 4، وبعد كده يا باشمهندس طلع معايا الواو اللي هي 7 وصفر. بكده يا باشمهندس يبقى خلصت المسألة بتاعتك وما فيهاش أي مشكلة، تعال نشوف الجزء اللي بعد كده في الأسئلة. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 9، بيقول لي إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف أ ب حيث أ بكذا وباء بكذا، فأوجد س وص، تعال كده نرسم واحدة واحدة. أنا معايا قطعة مستقيمة هي اسمها أ ب، دي أ ودي باء. الألف يا باشمهندس معايا بسين ناقص اتنين وصاد، والباء معايا بسالب اتنين واتنين. نقطة المنتصف يا باشمهندس هي نقطة الأصل اللي هي صفر وصفر، زي ما قلنا يا باشمهندس طالما نقطة الأصل يبقى العدد اللي هنا هو معكوس جمع ده، يعني أقدر أقول إن سين ناقص اتنين بتساوي المعكوس الجمعي لسالب اتنين اللي هو موجب اتنين، السالب 2 هوديها الناحية التانية يبقى موجب 2، يبقى س تساوي 2 زائد 2 بتساوي 4، الصاد هتساوي المعكوس الجمعي للعدد ده، طب دي 2 يبقى سالب 2، يبقى النقطة والله يا باشمهندس هي 4 وسالب 2، وحليت مسألتك بكل سهولة. الطريقة التانية وأنا بحللك بطول الطرق، طالما الس هنا في الطرف أضرب العدد ده في 2 يبقى 0 في 2، ولما نقص منه الس اللي أنا عارفها خلاص هتدي لي العدد ده يا باشمهندس اللي هو ايه؟ س ناقص 2، تمام؟ 0 في 2 بصفر، سالب وسالب يديني موجب، يبقى دي اصبحت موجب 2 بتساوي س ناقص 2، هودي السالب 2 الناحية التانية هتبقى موجب 2، يبقى الس بتساوي 4، حليت المسألة. عشان أجيب الصاد، طالما الصاد بتاعتي في الطرف هضرب العدد ده في 2، يبقى 0 في 2، ونقص منها الصاد اللي أنا عارفها اللي هي الـ2،
يبقى 0 ناقص 2 بيساوي سالب 2، يبقى طلعت الصب كام؟ بسالب 2. تمام، عندك كل الطرق اهو عشان تشوف الطريقه اللي بتريحك ايه وحل بيها. السؤال رقم 10 بيقول لي اوجد قيمه ا وب التي تحقق ان النقطه دي هي منتصف القطعه المستقيمه اللي طرفها كذا. عندي قطعه مستقيمه يا باشمهندس، الطرفين بتوعها هي 7 وسالب 1، والطرف الثاني 3 و7، ونقطه النص هي 2 ا ناقص 3 و ا ناقص ب. حلو قوي، المشكله ما انا عارف ان دي كلها هي السين. طب ما تيجي نجيب السين كده، اجمع السينات واقسم على الاثنين، يبقى 7 زائد 3 على الاثنين يبقى بتساوي 5. طب ما دي السينات، يبقى 2 ا ناقص 3 لازم تساوي ال 5. حلو قوي يا باشمهندس، يبقى ال 2 ا بتساوي، اودي السالب 3 هتبقى موجب 3، يبقى 5 و 3 بتساوي 8. اقسم على الاثنين هنا وهنا، الاثنين راحت مع الاثنين، يبقى ال ا بتساوي 8 على الاثنين بتساوي 4. يبقى انا جبت ال ا بيساوي كام؟ 4. تمام، طب ما تيجي كده نجيب الصاد، مجموع الصادات على 2 يبقى سالب 1 زائد 7 على الاثنين. سالب 1 زائد 7 شرط كبير موجب، 7 ناقص 1 6 على الاثنين بتساوي 3. طب ما انا عارف ان دي كلها بتساوي 3، يبقى ا ناقص ب بيساوي 3. طب بعد اذنك احنا جبنا الالف ب 4، شيل الالف واحط 4 ناقص ب بتساوي 3. هودي ال 4 دي الناحيه الثانيه هتبقى سالب 4، يبقى سالب ب هتساوي 3 ناقص 4 سالب 1، السالب هيروح مع السالب، يبقى الباء اصبحت بتساوي 1. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت الالف بيساوي 4 والباء بتساوي كام؟ بتساوي 1، ويبقى حليت المساله. خلاص، هل فيها حاجه صعبه يا باشمهندس؟ بنفس الطريقه اللي بنحل بيها بنحل بيها كل مساله. خلي بالك بيقول لي الف باء قطر في دائره مركزها ميم، فاذا كانت باء بكذا وميم بكذا. قلت لك الرسم والله هيسهل عليك كتير جدا. ادي الدايره، وادي ميم اللي في النص، وادي القطر يا باشمهندس اللي اسمه الف باء، وزي ما قلنا الميم في النص يبقى دي قد دي. طب ما بعد اذنك انت عاطلي ايه؟ انت عاطلي الباء ب 8 و11، وعاطلي الميم ب 5 و7، وعاوز الالف اللي هو س وص. السين طالما في الطرف بضرب السين اللي جوه في 2، يبقى 5 في 2 ناقص السين اللي انا عارفها اللي هي 8. 5 في 2 ب 10، 10 ناقص 8 تساوي 2. طالما عايز الصاد اضرب الصاد اللي جوه في 2، يبقى 7 في 2 ناقص الصاد اللي انا عاوزها يا باشمهندس اللي هي 11، يبقى 7 في 2 ب 14 ناقص 11 تساوي 3. يبقى انا عرفت ان نقطه ا يا باشمهندس هي عباره عن 2 و 3. بعد كده بيقول لي محيط الدائره حيث باي 3 و 14. اه باشمهندس، محيط الدائره ابتدينا في الجد بيساوي 2 باي نق، فانا عايز اعرف النق يا باشمهندس، ما النق اللي هو ا ميم او ميم باء. طب ما فاكر الدرس اللي فات قانون البعد؟ اه يا باشمهندس ده انا ما صدقت خلصته. لا قلت لك كل درسين مرتبطين ببعض، يبقى هجيب نق ازاي؟ هجيب البعد ما بين ميم وباء او ا وميم اللي يريحك، بس انا معايا ميم وباء فهجيب ما بينهم البعد. فميم باء هتساوي جذر، اوعى تنسى القانون بتاع الدرس اللي فات، السينات ناقص بعضها يبقى 8 ناقص 5، قلت لك ما يفرقش في ايه كده كده بتربعه، يبقى 8 ناقص 5 الكل تربيع زائد 11 ناقص 7 الكل تربيع بيساوي 8 ناقص 5 جذر 8 ناقص 5 اللي هي 3، 3 تربيع ب 9 زائد 11 ناقص 7 4، 4 تربيع ب 16 يبقى يساوي جذر 9 و16 25 يبقى بيساوي 5. ما احنا قلنا مين بقى ده اللي هو نق يا باشمهندس. تمام، طب ما تيجي كده جيب نجيب بقى محيط الدائره، ما انا بقيت عارف كل حاجه. خلي بالك باي بيقول لك ب 3 و14، يبقى 2 في باي اللي هي 3 و14 في 5، 2 في 5 يبقى في 10 في 3 و14، يبقى احرك العلامه واحده يبقى هتساوي 31 و4 من 10 وحدة طول، لأن هو محددش هنا بالسنتي ولا بإيه، يبقى أنا كده جبت المحيط بتاعي ب 31 و 4 من 10. خلاص يا باشمهندس، فيها حاجة صعبة؟ هي سهلة طول ما أنت مذاكر كويس اللي أنا بقوله لك. السؤال رقم 12 بيقول لي أ ب ج مثلث، بحب أرسم أ ب ج، أ ب 1 و 3، باء ب 5 و 1، ج ب 3 و 7. حلو، بيقول لي فإذا كانت د منتصف ا ب، طب ما تيجي ا ب اهو واحط عليه نقطة د واعرف ان هي في النص.
طب ما انا كده اعرف اجيب ده لان معايا الف وباء. تمام، وبيقول لي هاء منتصف الف جيم، ادي هاء. خلي بالك برضو ان هاء في منتصف الف جيم وانا معايا الف وجيم اعرف اجيب هاء. برهن باستخدام الاحداثيات ان د هاء بيساوي نص باء جيم. مش عارف يا باشمهندس اعملها ازاي، ازاي مش عارف يعني. ما كده تيجي كده نجيب الدال ونجيب الهاء. تعالى يا باشمهندس نجيب الدال. السينات بتاعتها هتبقى عبارة عن اجمع السينات 5 زائد 1 على 2، 6 زائد 1 على 6 على 2 بتساوي 3. هات الصاب بتاعتها يا باشمهندس بعد اذنك. يبقى الصاب بتاعتها يا باشمهندس اجمع الصاد يبقى 1 زائد 3 على 2 يبقى 4 على 2 تساوي 2. يبقى النقطة يا باشمهندس اللي هي ده لقيناها ان هي 3 و2. طب خلي بالك هو بيقول لك اثبت لي ان ده الهاء. طب ما تيجي كده نجيب هاء. بنفس الطريقة برضو هجمع السينات، انا معايا السينات 1 و3 على 2 يبقى 4 على 2 بتساوي 2. الصادات 7 زائد 3 واقسمها على 2، 7 زائد 3 10، 10 على 2 بيبقى فيها 5. يبقى جبنا الهاء بكام يا باشمهندس؟ ب 2 و5. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت الدال وجبت الهاء. طب ما انا اعرف من قانون البعد اجيب دال هاء. ايوه، طب ما تيجي كده نجيب دال هاء بقانون البعد، ادي الجذر. خلي بالك اهي الدال اهي 3 و2 والهاء اللي هي 2 و5. يلا يبقى 3 ناقص 2 الكل تربيع زائد 2 ناقص 5 الكل تربيع. هو ده قانون البعد يا باشمهندس، ما تنساش، بيساوي 3 ناقص 2 اللي هي سالب 1 لما ربعها يبقى موجب 1 زائد 2 ناقص 5 اللي هي يا باشمهندس اللي هي سالب 3. سالب 3 لما ربعها هتدي لي 9 يبقى بيساوي جذر 10 وحدة طول. يبقى أنا عرفت يا باشمهندس إن ده الهاء جذر 10 وحدة طول. وبيقول لي برهن إن ده الهاء نص باء جيم، يبقى برضه هنجيب باء جيم بقانون البعد يبقى بتساوي جذر. يلا 5 ناقص 3 الكل تربيع زائد 1 ناقص 7 الكل تربيع بيساوي جذر. 5 ناقص 3 2، 2 تربيع ب 4 زائد 1 ناقص 7 اللي هي يا باشمهندس سالب 6، سالب 6 تربيع اللي هي 36. دي طلعت يا باشمهندس جذر 40. طب يا باشمهندس ازاي اعرف ان ده الهاء بتساوي نص باء جيم؟ ما قلت لك اول ما تلاقي جذر كده هتكتبه على الاله، تجيب الاله تكتب جذر 40 هيطلع لك حاجه جميله جدا. هقول لك ان جذر 40 هو 2 جذر 10. يبقى يا باشمهندس طلع معاك ان ده الهاء بجذر 10 وباء جيم ب 2 جذر 10، ما كده تبقى ده الهاء بتساوي نص باء جيم. صح يا باشمهندس، ويبقى مسالتك خلصت. هو ده اللي انا كنت بكلمك فيه، ان كل درسين مع بعض مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا جدا، فياريت تركز عليها. كده خلصنا الجزء ده من الاسئله، تعال نشوف اللي بعده. بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 13 يقول لي في الشكل المقابل ج 3 و 4 منتصف ا ب. طب ما تيجي يا باشمهندس كده بعد اذنك الرسمه دي نحللها كده عشان نعرف هنتعامل ازاي. خلي بالك ان ا موجوده على محور السينات، طالما موجوده على محور السينات يبقى الصاد بتاعتها بصفر، يبقى النقطه دي ممكن اسميها س وصفر. الباء موجوده على محور الصادات يبقى السين بتاعتها بصفر، يعني ممكن اسميها ان هي صفر وصاد. حلو قوي. طب ما انا يا باشمهندس معايا نقطه المنتصف فاقدر اجيب اللي انا عايزه. تعالى كده نرسمها كده بدل ما هي مايله يا باشمهندس نرسمها معدوله. ادي الخط معدول، ده الالف اللي هو س وصفر، دي نقطة المنتصف اللي هي ج اللي هي 3 و4، وادي يا باشمهندس الباء اللي احنا سميناها صفر وصاد. السين اللي انا عايز اجيبها على الطرف يا باشمهندس فاضرب السين اللي هنا في 2 ونقص منها السين اللي انا عارفها اللي هي صفر، يبقى 3 في 2 ب 6، 6 ناقص 0 بيساوي 6. يبقى النقطة دي يا باشمهندس اصبحت 6 وصفر. الصاد اللي انا عايزها في الطرف اضرب الصاد اللي انا عارفها في 2 يبقى 4 في 2 ناقص الصاد اللي انا عارفها اللي هي بتساوي صفر. 4 في 2 ب 8، 8 ناقص 0 بيساوي 8، يبقى النقطة دي يا باشمهندس 8. يبقى أصبحت نقطة أ هي 6 و0 ونقطة باء هي 0 و8، تمام. طب هو عايز إيه؟ بيقول لي أنا عايز محيط المثلث واو أ باء. طب ما تيجي كده بس أرسمه لك كده أهو، وأحط لك عليه الأحداثيات وكل حاجة. واو دي اللي هي نقطة الأصل 0 و0، الألف جبناها ب 6 و0، ودي يا باشمهندس جبناها ب 8 وصفر. إيه لا، صفر وتمانية دي على محور الصادات. تمام، هو عايز ايه يا باشمهندس؟ عايز محيط المثلث ده. ركز بقى معايا عشان احنا هنجيب حاجة واحدة بس. دي يا باشمهندس دي واو ودي ألف ودي باء.
هي اما النقطة دي 0 و6 يبقى الحتة دي قد ايه؟ ما تبقى 6 وحدة طول لان مشيت 6 خطوات. طب ما دي 0 و0 ودي 0 و8 يبقى انا مشيت كام؟ 8 وحدات. طب هل دي اعرف اجيبها؟ ممكن اجيبها بطريقتين يا باشمهندس. اول طريقة اللي هي فيثاغورس، والطريقة التانية قانون البعد. ما تيجي كده نجيبها بفيثاغورس. ده خلي بالك ان شبكة الاحداث متعامدة، فاقدر اجيب ا ب من فيثاغورس، فاقول له من فيثاغورس ألف باء ده اللي هو الوتر، يبقى ألف باء تربيع طالما الوتر حط زائد. الضلع اللي هنا يا باشمهندس اللي هو واو بستة يبقى ستة تربيع، والضلع اللي هنا بتمانية يبقى تمانية تربيع، بيساوي ستة تربيع بستة وتلاتين، تمانية تربيع بأربعة وستين هيساوي مية. يبقى الألف باء بيساوي جذر المية هيساوي عشرة وحدة، وحدة طول طبعا. يبقى أصبحت دي عشرة يا باشمهندس، يبقى المحيط بتاعي هيبقى عبارة عن ستة زائد تمانية زائد عشرة. 6 و8 14، 14 و10 يبقى 24 وحدة طول، ويبقى دي الطريقة الأولى. طب الطريقة الثانية هي بقانون البعد. قانون البعد سهل جدا، أقول له الأ ب بيساوي جذر، ما أنا معايا الأ ومعايا الباء، يبقى 6 ناقص 0 لكل تربيع زائد 0 ناقص 8 لكل تربيع بيساوي جذر 6 ناقص 0 اللي هي 6، 6 تربيع ب 36 زائد 0 ناقص 8 اللي هو سالب 8 تربيع ب 64. يبقى دي طلعت برضو اللي هي جذر ال 100 بيساوي 10 وحدة طول يا باشمهندس. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت ا ب بطريقتين. انا بقول لك الطريقتين عشان الناس اللي بتحل باكتر من طريقه تبقى عارفه الحل بتاعها جه ازاي. خلاص؟ تعال نشوف رقم 14. السؤال رقم 14 بيقول لي في الشكل المقابل د منتصف ا ب، هاء منتصف ا ج. ده انا معايا منتصفات كتير اهو. تمام. إذا كانت ألف اتنين وأربعة عايز طول باء جيم، ومنها استنتج طول دال هاء. تمام. خلي بالك إن دال في النص وهاء في النص. طب ما أنا معايا يا باشمهندس ألف باتنين وأربعة وباء تقع على محور الصادات، بس خلي بالك ده الصادات السالب، يبقى النقطة دي ممكن أسميها يا باشمهندس اللي هي صفر وصاد، صح؟ يبقى أنا يا باشمهندس فرضت إن باء بصفر وصاد. تمام. طب ما ج يا باشمهندس تقع على ايه؟ محور السينات، وعندي د بتقع على محور السينات. طب ما تيجي كده نسمي د دي يا باشمهندس هنسميها ايه؟ سين وصفر. طب ما انا عندي ج يا باشمهندس بتقع برضو على محور السينات، فهنسميها مثلا سين واحد وصفر. ومعايا برضو هاء بتقع على محور الصادات، طب معلش هنخلي دي صفر وصاد، وهنسمي دي صفر وصاد واحد، خلاص؟ عشان عندي نقطتين على الصادات. تمام. المسألة كده انت بتحط النقط بس عشان تعرف تتعامل. انت كل اللي عارفه 2 و4 ومعاك السين اللي هي سين وصفر، ومعاك دي صفر وصاد واحد. طب ما تيجي كده يا باشمهندس نجيب واحدة واحدة زي ما عودتك. ارسم الخط مظبوط اهو. دي الالف اللي هي 2 و4 الالف، ودي دال اللي هي في النص سين وصفر، وعندك اخر حاجة اللي هي باء اللي مسمينها صفر وصاد واحد. طب يا باشمهندس تعالى كده نجيب السين. السين دي في النص صح؟ اجمع سينات وطلعها، يبقى 2 زائد 0 على 2، 2 على 2 بتساوي 1، يبقى السين دي طلعت معايا بكام؟ بواحد. يبقى كده يا باشمهندس جبنا نقطة د هي عبارة عن 1 وصفر. حلو قوي. الصاد 1 دي في الطرف صح؟ فاضرب الصاد اللي في النص في الاتنين، يبقى 0 في 2، نقص منها الصاد اللي أنت عارفها اللي هي 4. 0 في 2 بصفر ناقص 4 يبقى سالب 4، يبقى جبت النقطة دي بسالب 4، يبقى نقطة باء أصبحت صفر وسالب أربعة. وخلي بالك لازم الصاد تطلع في السالب عشان دي النقطة دي في السالب. يبقى أنا جبت إيه يا باشمهندس؟ جبت د وجبت باء. طب ما تيجي كده بنفس الطريقة نروح لألف ج. أدي ألف ج، خلي بالك النقطة اللي في النص اللي هي هاء، وإحنا مسمينها صفر وصاد. الألف كده كده باتنين وأربعة، ومعايا يا باشمهندس الجيم اللي هي آخر حاجة اللي هي سين واحد وصفر. تمام. الوقت يا باشمهندس انا عايز اجيب الصاد. طالما صاد في النص اجمع الصادات واقسم على 2، يبقى 4 زائد 0 على 2، 4 على 2 بتساوي 2، يبقى اصبحت نقطه هاء هي 0 و2. حلو قوي. النقطه اللي هي دي في الطرف، يبقى هضرب النقطه اللي السينات بتاعتها في 2، يبقى 0 في 2 ناقص السينات اللي انا عارفها اللي هي ب 2، يبقى 0 ناقص 2 بتساوي سالب 2، يبقى اصبحت نقطه هاء دي جبنا هاء اللي هي نقطه ج يا باشمهندس سالب 2 وصفر. طب ما احنا كده يا باشمهندس جبنا اربع نقط اللي انا عايزهم. فبيقول لي اوجد طول باء ج. تعالى كده نبص على باء ونبص على ج. ادي باء وادي ج، فاقدر اجيبها منين؟ من قانون البعد. شاطر. يبقى باء ج بيساوي جذر صفر ناقص ناقص 2، يعني صفر زائد 2 لكل تربيع، زائد
سالب 4 ناقص 0 اللي هي سالب 4 تربيع بيساوي جذر 0 زائد 2 اللي هي 2 2 تربيع ب 4 زائد سالب 4 تربيع اللي هي 16 بيساوي جذر 20 وحدة طول. يبقى احنا يا باشمهندس اول حاجة عرفناها ان ب ج بتساوي جذر 20. قلت لك بتكتب على الآلة الحاسبة كده وبيطلع لك حاجة جميلة جدا، جذر 20 اللي هي 2 جذر 5. يبقى انا يا باشمهندس جبت ب ج، فبيقول لي واستنتج منها طول د ه. خلي بالك كده انا عايز ارسم لك المثلث بتاعك اهو، هو المثلث يعني عامل كده، بيقول لي ان د هنا وهاء هنا ودي باء ودي جيم ودي الف. انا جبت باء جيم ب 2 جذر 5 وادي د هاء، دي في النص ودي في النص. فاكر كده في تانية اعدادي كنا بنقول القطعه الواصله بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث اللي هو باء جيم وتساوي نصفه. يبقى يا باشمهندس النظريه بتقول لي ان د هاء بتساوي نص باء جيم. طب ما د هاء هتساوي نص في باء جيم اللي احنا جبناه 2 جذر 5، الاثنين راحت مع الاثنين يفضل لي جذر 5. يبقى اذا د هاء من غير ما احسب بقانون البعد لازم يطلع معايا جذر 5 وحده طول. خلاص يا باشمهندس يبقى كده خلصنا السؤال ده بالكامل. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي ا د المتوسط في المثلث ا ب ج. تعالى كده نرسم مثلث اسمه ا ب ج، بيقول لي ألف ده المتوسط يبقى ده متوسط، وقلنا من خواص المتوسط بنص في القاعدة تمام، ده متوسط. بيقول لي ميم منتصف ألف دال، ميم في النص هنا وعطيلي الإحداث بتاعها اللي هو 0 و6 ماشي. بيقول لي باء بتلاتة واتنين زي الفل، جيم بسالب تلاتة وستة ماشي، أوجد إحداث النقطة ألف تمام. أول حاجة يا باشمهندس أنا عارف إن ده في منتصف باء جيم فهجيب الإحداث بتاعها. تعالى نجيب السينات، خلي بالك دي كأنها سين وصاد، النقطة اللي أنا عايزها في النص أجمع سينات، يبقى 3 زائد سالب 3 على 2 عدد ومعكوسه بصفر، صفر على أي عدد بصفر. الصاد أجمع الصادات اللي هي 2 زائد 6 اقسم على 2، 8 على 2 بتساوي 4. يبقى أنا جبت نقطة د هي عبارة عن 0 و4. طب يا باشمهندس لما د 0 و4 ومعايا أ وم في النص ما أنا أقدر أجيب أ، تعالى أرسمها لك ميلة عشان أعرف إن أنت بتحب كده. ادي الالف وادي الميم اللي في النص بصفر وستة، وادي دال اللي احنا جبناها بصفر واربعة، ما تعرفش تجيب لي الالف، تعالى نسميه سين وصاد. طالما السين في الطرف بضرب السين اللي في النص في اتنين واطرح منها السين اللي انا عايزها اللي انا عارفها يبقى صفر. صفر في اتنين بصفر، صفر ناقص صفر بيساوي صفر. التاني الصاد برضو في الطرف بضرب الصاد اللي في النص في اتنين واطرح منها الصاد اللي انا عارفها اللي هي اربعة. 6 في 2 ب 12 ناقص 4 يبقى بتساوي 8. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت النقطه ا عباره عن 0 و8 بس كده يا باشمهندس، بس كده ومسالتك خلصت. يبقى كده حلينا 13 14 15 خلاص. تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده. رقم 16 بيقول لي اذا كانت ا وباء وج ود نقط واعطيلي النقط في مستوى احداثي متعامد، اثبت ان ا ج وباء د ينصف كل منهما الاخر. يعني ايه؟ يعني نقطة النص بتاعت ألف جيم هي نقطة النصف بتاع باء دال، يعني كأنهم كده يا باشمهندس دي معنى إن هما بينصف كل منهما الآخر، دي قد دي ودي قد دي. يبقى النقطة اللي في النص دي هي نص ألف جيم مثلا وهي نص باء دال، ده لو بالشكل ده. خلاص فهمتني؟ يبقى كل اللي هنجيبه هنجيب نقطة منتصف ألف جيم. يلا يا باشمهندس اجمع سينات، خلي بالك ألف جيم يبقى سالب واحد زائد ستة على الاتنين، اجمع صادات يبقى سالب واحد زائد صفر على الاتنين يبقى تساوي سالب واحد زائد ستة يبقى خمسة، يبقى خمسة على الاتنين. سالب واحد زائد صفر بسالب واحد يبقى سالب واحد على اتنين. لازم تطلع منتصف باء دال هي عشان يبقى هما بينصفوا بعض. خلي بالك باء دال يبقى اتنين زائد تلاتة على الاتنين، و تلاتة وسالب اربعة على الاتنين هتساوي اتنين وتلاتة خمسة، يبقى خمسة على الاتنين. تلاتة وسالب اربعة شرط الكبير سالب اربعة ناقص تلاتة واحد على الاتنين. طالما منتصف ا ج هو منتصف ا ب د هتقول له اذا القطعة المستقيمة ا ج وباء د ينصف كل منهما الاخر.
خلاص يا باشمهندس، يبقى كده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف الجزء اللي بعده. سؤال رقم 17 بيقول لي أثبت أن النقط أ وباء وجيم ودال هي رؤوس متوازي أضلاع. معايا يا باشمهندس متوازي أضلاع اسمه أ باء جيم دال. في الدرس اللي فات كنا ممكن نثبتها إزاي يا باشمهندس؟ كنا بنعمل حاجة سهلة خالص، إن إحنا بنقول إيه؟ كنت بجيب طول ا ب وطول د ج من قانون البعد واثبت ان هم قد بعض، واجيب ا د واجيب ب ج واثبت ان هم قد بعض من قانون البعد، كنت بثبت ان ا ب ما بيساويش ا د، فبقول له هو رؤوس متوازيه اضلاع. بس ده بقانون البعد، وكنا بنقعد نعمل شويه حاجات كتير. طيب بطريقه النهارده اسهل بكتير جدا جدا، وخلي بالك في الامتحان مش بيحدد، عشان كده بقول لك الاسئله مرتبطه. لو انا اثبتت ان القطرين بينصف كل منهما الاخر، يبقى باشمهندس هو ايه؟ متوازي اضلاع. يبقى درس النهارده سهل الدنيا خالص. فانا هجيب يا باشمهندس منتصف ا ج، حلو، يلا بينا اجمع سينات ا ج، يبقى 3 زائد 0 على ال2 واقف، اجمع صادات يبقى سالب 2 زائد سالب 7 على ال2 بيساوي 3 زائد 0 يبقى 3، يبقى 3 على ال2 واقف، سالب وسالب يبقى سالب 2 و7 9 يبقى سالب 9 على 2. خلي بالك لازم يبقى منتصف ب د هو هو عشان نثبت ان هو متوازي اضلاع. اجمع الباء مع الدال، سالب 5 زائد 8 على ال2 و ب د 0 وسالب 9 على ال2 بيساوي الشرط الكبير موجب، يبقى 8 ناقص 5 يبقى 3 على ال2، 0 زائد سالب 9 دي هتبقى سالب 9 على الاثنين. هقول له بما ان منتصف ا ج هو هو منتصف ب د، يبقى اذا الشكل ا ب ج د متوازي اضلاع. وبس كده يا باشمهندس مسالتك خلصت. هل فيها حاجه صعبه؟ ده بدرس النهارده، والدرس اللي فات كنا بنحلها برضو. بيقول لي اذا كانت النقط ا وب وج ود اثبت ان هي رؤوس معين، هي اصلا رؤوس معين احداث نقطه تقاطع القطرين ومساحه المعين ا ب ج د. تعالى كده نرسم معين ألف باء جيم دال. ألف بتلاتة واتنين، باء بأربعة وسالب تلاتة، جيم سالب واحد سالب اتنين، دال سالب اتنين وتلاتة. تمام؟ تمام. بيقول لي عايز إحداث نقطة تقاطع القطرين. أدي القطر الأول وأدي القطر التاني، وتعالى نسميها مين. يبقى انا يا باشمهندس هجيب منتصف ا ج ومنتصف ب د، منتصف ب ج، يلا اجمع لي السينات بعد اذنك. ا ج اهو 3 وسالب 1 على ال2، اجمع لي صادات 2 وسالب 2 على ال2 هيساوي 3، ودي موجب وسالب سالب، 3 ناقص 1 2، 2 على 2 فعل 1، عدده معكوس ويبقى 0، 0 على اي عدد بصفر. يبقى منتصف ب ج يا باشمهندس طلع معايا بكام؟ طلع معايا بواحد وصفر. تعال نجيب منتصف ب د بيساوي ب د، اجمع لي 4 زائد سالب 2 على ال2، واجمع لي صادات سالب 3 زائد 3 على ال2 بيساوي موجب وسالب سالب 4 ناقص 2 يبقى 2 على ال2 فعل 1، سالب وموجب يبقى 0، 0 على ال2 بتساوي 0. يبقى منتصف ب د هو هو منتصف ب ج، يبقى دي 1 وصفر ودي 1 وصفر. طب انا يا باشمهندس كده جبت نقطه تقاطع القطرين بتاعته اللي هي 1 وصفر، تمام. فبيقول لي انا عايز مساحه المعين. طيب مساحه المعين يا باشمهندس اجيبها ازاي؟ مساحه المعين كنا بنقول نص حاصل ضرب طولي قطرين، تمام يا باشمهندس. طب ما انا جيب بقى هضطر اجيب البعد بتاع ا ج عشان اطلع طوله، واضطر اجيب البعد بتاع ب د عشان اطلع طوله، وبعد كده اجيب المساحه. قلت لك بالظبط كده، ده بيساوي جذر. يلا ا ج 3 ناقص ناقص 1 يبقى 3 زائد 1 الكل تربيع، زائد 2 ناقص ناقص 2 يعني 2 زائد 2 الكل تربيع بيساوي جذر، 3 زائد 1 يبقى 4، 4 تربيع ب 16، زائد 2 زائد 2 4، 4 تربيع ب 16 يبقى دي جذر 32. خلاص يا باشمهندس تمام. خلي بالك ان جذر 32 ممكن نكتبها على الآلة، جذر 32 هتطلع معايا 4 جذر 2، خلاص. فدي هي دي. تعال نجيب طول ب د، ادي الجذر بتاعي ب د، 4 ناقص ناقص 2 يبقى 4 زائد 2 الكل تربيع، زائد سالب 3 ناقص 3، سالب 3 ناقص 3 الكل تربيع بيساوي جذر
أربعة زائد اتنين ستة، ستة تربيع بستة وتلاتين، زائد سالب تلاتة وسالب تلاتة، سالب ستة تربيع بستة وتلاتين، يبقى جذر 72. طب ما تيجي كده بس نبسطه برضو، جذر 72 اللي هي تطلع معايا 6 جذر 2. هقول له بعد كده مساحة المعين، نص حاصل ضرب طولي قطري، يبقى نص في 4 جذر 2 في 6 جذر 2، على الاتنين في الواحد، على الاتنين في الاتنين، 2 في 6 ب12، جذر 2 في جذر 2 ب2، 12 في 2 يبقى 24 وحدة مساحة أو وحدة مربع. يبقى طلعنا يا باشمهندس المساحة بتاعته بكام؟ ب 24 وحدة مربع. خلاص يا باشمهندس، ده بالنسبة للسؤال رقم 18. السؤال رقم 18 19 بيقول لي ألف باء جيم ده المتوازي أضلاع فيه ألف وباء وجيم، عايز إحداث نقطة تقاطع القطرين ثم أوجد إحداثي د. ماشي، ادي يا باشمهندس الشكل بتاعي الف باء جيم دال، عاطلي الالف بتلاتة واتنين، عاطلي الباء باربعة وسالب خمسة، عاطلي الجيم بصفر وسالب تلاتة، وعايز الدال هنفرضها ان هي سين وصاد. نقطة تقاطع القطرين قلنا هي هي، فاجيب النقطة اللي في المنتصف دي قد دي، يبقى اجيب منتصف الف جيم بيساوي اجمع للسينات يبقى تلاتة زائد صفر على الاتنين، اجمع الاصطدادات يبقى 2 زائد سالب 3 على الاتنين، هتساوي 3 على الاتنين، و 2 وسالب 3 إشارة الكبير سالب 3 ناقص 2 1 يبقى سالب 1 على الاتنين. يبقى منتصف القطرين يا باشمهندس هي منتصف ألف جيم اللي هي النقطة إيه؟ دي اللي هي النقطة ميم. طب ما أنا يا باشمهندس جبت كده ميم ومعايا باء، ما أنا أقدر أجيب دال، تعالى كده أرسمها لك مستوية. الباء عندنا ب 4 وسالب 5، وجبنا الميم يا باشمهندس بتلاتة على الاتنين، ودي سالب واحد على الاتنين، والنقطة دي اللي هي الدال اللي هي سين وصاد. حلو أوي، السين في الطرف هضرب اللي في النص في اتنين، يبقى تلاتة على الاتنين في الاتنين، أطرح منها السين إن أنا عارفها بتساوي أربعة، الاتنين راحت مع الاتنين، فأصبحت تلاتة ناقص أربعة، إشارة الكبير سالب أربعة ناقص تلاتة واحد، يبقى سالب واحد، دي اللي هي السين. الصاد هضرب الصاد اللي في النص في اتنين، واطرح منها الصاد اللي انا عارفها اللي هي سالب خمسة، تساوي الاتنين راحت مع الاتنين يبقى دي سالب واحد، سالب مع سالب يديني موجب يبقى زائد خمسة، اشارة الكبير موجب وخمسة ناقص واحد اربعة يبقى هي دي الصاد. يبقى النقطة دي يا باشمهندس طلعت معايا بسالب واحد واربعة، وكده مسألتك خلصت. خلاص، مسألة اسهل من المسألة اللي فاتت ومفيهاش اي حاجة. كده خلصنا الجزء ده من الاسئلة، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 20 بيقول لي اثبت ان النقط ا وباء وجيم هي رؤوس مثلث قائم الزاويه ب. ده احنا رجعنا للدرس اللي فات يا باشمهندس. طب وايه المشكله؟ بيقول لي قائم في باء، كنت بقول لك ارسم اي مثلث قائم وحط الباء وادي الالف وادي الجيم، صح؟ هو قائم في باء اهو. حلوة، طالما نثبت ان هو قائم في باء فهجيب طول ا باء واجيب طول باء جيم واجيب طول ا جيم معايا. لو اثبت ان ا ج تربيع هو ا باء تربيع وباء ج تربيع يبقى هو قائم في باء، دي اول نقطه. ثم اوجد احداثي النقطه د التي تجعل الشكل ا باء ج د مستطيل. بيقول لي بعد كده في نقطه اسمها د هتخلي لي المثلث ده بقى مستطيل، يعني بقى عامل كده. تمام يا باشمهندس، لو انا جبت نقطه تقاطع القطرين او جبت ان باء ج قد ا د او اجيب من المنتصف، هوريك الوقت ان هي ليها اكتر من حل. خلاص يا باشمهندس، تعالى بقى نبدا نحل المسألة بتاعتي. أول حاجة زي ما قلنا هنجيب الطول بتاع أ باء اللي هو قانون البعد جذر. خلي بالك أنا معايا الألف اللي هي 6 و0 هحطها على الرسم، والباء اللي هي 2 و-4، والجيم اللي هي سالب 4 و2. يلا بينا، يلا بينا. 6 ناقص 2 هتدينا 4 تربيع، زائد 0 ناقص ناقص 4 يبقى 0 زائد 4 كل تربيع بيساوي جذر. 4 تربيع ب16 و4 تربيع ب16 يبقى جذر 32. قلنا جذر 32 ده على الآلة يا باشمهندس طلع معانا ب 4 جذر 2، وحدة طول طبعا. خلاص، يبقى أنا كده يا باشمهندس جبت أول حاجة اللي هي ألف باء، تاني حاجة هجيبها معايا اللي هي الباء جيم جذر. 2 ناقص ناقص 4 يبقى 2 زائد 4 كل تربيع، زائد سالب 4 ناقص 2 الكل تربيع بيساوي جذر. 2 و4 6، 6 تربيع ب36، زائد سالب 4 وسالب 2 يبقى سالب 6 تربيع برضه ب36 بيساوي جذر 72، ولسه جايبين برضه جذر 72 ب6 جذر 2 وحدة طول. ماشي،
بعد كده يا باشمهندس هنجيب اخر حاجة اللي هي ألف جيم بيساوي جسر. يلا بينا نجيب ألف جيم. 6 ناقص ناقص 4 يعني 6 زائد 4 الكل تربيع، زائد 0 ناقص 2 الكل تربيع بيساوي جذر. 6 زائد 4 10، 10 تربيع ب 100 زائد سالب 2 تربيع ب 4 يبقى جذر 104. طب ما تشوف كده جذر 104 هيطلع معايا ب 2 جذر 26 وحدة طول. خلاص عشان اثبت ان هو قائم في باء لازم اجيب ألف جيم تربيع واجيب ألف باء تربيع واجيب ألف باء جيم تربيع بيساوي ألف جيم تربيع. يا باشمهندس هجيب الآلة بقى الحاسبة بتاعتي، وادي الألف جيم اللي هي 2 جذر، على فكرة ممكن كان أفضل يعني ما نفكهاش وكنا نربع على طول، على فكرة ممكن أجيبها من هنا أهي. ألف جيم تربيع لما أربعها الجذر هيروح يبقى 104، ألف باء لما أربعها الجذر هيروح يبقى 32، ألف جيم باء جيم سوري لما أربعها هيطلع لي اللي تحت الجذر اللي هو 72. هقول له بما ان ألف جيم تربيع بيساوي 32 زائد 72، 2 و 2 4 و 3 و 7 10 اصبح 104 اللي هو بيساوي ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع. يبقى اذا يا باشمهندس المثلث بتاعي قائم في باء. يبقى كده يا باشمهندس اثبتت له اول حاجة ان المثلث قائم في باء. بيقول لي بعد كده انا عايز احداثي النقطة د التي تجعل الشكل بتاعي ماله يا باشمهندس مستطيل. تمام، خلي بالك ان برضو من خواص المستطيل انا هرسم لك اهو مستطيل، ادي الف ادي باء ادي جيم وادي النقطة ده اللي رسمناها جديد. برضو يا باشمهندس ان القطرين بتوعه مالهم، القطرين بتوعهم في ينصف بعضهما البعض. طب ما انا معايا الف اللي هي 6 وصفر ومعايا الجيم اللي هي سالب 4 و2، طب ما انا اقدر اجيب النص اللي هي ميم، تيجي نجيبها طالما في النص اجمع. يلا يبقى النقطة ميم هتساوي اجمع سينات يبقى 6 زائد سالب 4 على 2، اجمع صادات يبقى 0 زائد 2 على 2، 6 وسالب 4 دي سالب، 6 ناقص 4 2، 2 على 2 فعل 1، 0 و2 2، 2 2 على 2 فعل 1، يبقى اصبحت ان نقطة التقاطع 1 و1. طب يا باشمهندس ما انا معايا باء وكده بقى معايا ميم اقدر اجيب د، طب ما تيجي كده نرسمها مستوية. هي الباء بكام؟ ب2 وسالب 4، المنتصف بكام؟ 1 ب1. طب ده بكام؟ ده يا باشمهندس اللي عايز اجيبها افرضها ان هي س وص، طالما س في الطرف اضرب الس اللي في النص في 2 واطرح منها الس اللي انت عارفها، 1 في 2 ب 2، 2 ناقص 2 بتساوي 0، طالما الص في الطرف اضرب الص اللي في النص في 2 واطرح منها الص اللي انت عارفها يبقى ناقص ناقص 4، 1 في 2 ب 2 ودي سالب مع سالب موجب 4، 2 زائد 4 بيساوي 6. يا باشمهندس اصبحت ان نقطه ميم دي ب 0 و 6. خلاص يبقى احنا نقطه د اللي احنا عايزينها يا باشمهندس اصبحت معايا بصفر وستة. مسألة طويلة طبعا طبعا، بس مسألة بتعتمد على الدرسين، انا عشان كده قلت لك ركز ان الدروس بتاعتنا هتبدأ تدخل في بعضها، فعشان كده كنت بقول لك ركز. خلاص تعال نخش على السؤال رقم 21. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اثبت ان النقط الف وباء وجيم رؤوس مثلث منفرج الزاوية في باء. قلنا اي حاجة يا باشمهندس لازم بقى من قانون البعد هنجيبها، يبقى الف باء بيساوي ادي الجذر 5 ناقص 3 يبقى 2 يبقى 2 تربيع، زائد 3 ناقص ناقص 2 يبقى 3 زائد 2 اللي هي 5 تربيع يبقى بيساوي جذر 2 تربيع ب 4 و5 تربيع ب 25 يبقى جذر 29. يبقى احنا كده جبنا يا باشمهندس جبنا الالف باء، تعال نجيب الباء جيم بيساوي جذر 3 ناقص ناقص 2 يبقى 5 تربيع، زائد سالب 2 ناقص ناقص 4 يبقى سالب 2 زائد 4 كل تربيع طبعا بيساوي جذر 5 تربيع ب 25 زائد سالب 2 زائد 4 يا باشمهندس يبقى هتديني كام؟ هتديني موجب 2، موجب 2 لما 4 هتدي لي 4 يبقى طلعت برضه بجذر 29. تعالى نجيب ا ج بيساوي جذر ا ج 5 ناقص ناقص 2 يبقى 5 زائد 2 ب 7 تربيع، زائد 3 ناقص ناقص 4 يبقى 3 زائد 4 يبقى ب 7 تربيع وبتساوي جذر 49 زائد 49 يبقى بتساوي جذر 9 و 9 18 معناها الواحد يبقى 98. خلاص يبقى جبنا كل ده. قلنا برضو هنضطر نجيب الالف باء تربيع اللي تحت الجذر اللي هو 29، الباء جيم تربيع اللي تحت الجذر اللي هو 29، الالف جيم تربيع اللي هو تحت الجذر 98. خلي بالك عشان اثبت ان هو منفرج في باء بشوف الضلع اللي ناقص في باء، يبقى ده هو الالف جيم تربيع، هقول له بما ان الف جيم تربيع اكبر من
ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع يبقى هو منفرج في باء. اثبت لي يا باشمهندس بعد إذنك. الألف جيم تربيع ب98، الألف باء ب29، ودي 29، 29 و29 58، أكيد دي أكبر منها، يبقى المثلث بتاعي يا باشمهندس منفرج في باء. أو أقول إن ألف باء تربيع زائد باء جيم تربيع أقل من دي، مش هتفرق، الاتنين صح. خلاص بعد كده اثبتنا اول نقطه ان هي يا باشمهندس ان هو منفرج في باء. بيقول لك ثم اوجد احداثي النقطه د التي تجعل الشكل ا ب ج د معين واوجد مساحه سطحه. تمام، انا دلوقتي يا باشمهندس معايا المثلث بتاعي، اصبح المثلث ده معين، ادي ا ادي ب ادي ج، اصبح الشكل ده معين. تمام، برضو قلنا ان نقطه تقاطع القطرين بتنصف بعضها البعض. خلاص هنجيب منتصف يا اما ألف جيم يا اما باء دال. طب انا مش عارف باء دال بس عارف ألف جيم، فاجيب منتصف ألف جيم. انا معايا ألف اللي هي 5 و3 والجيم اللي هي -2 و -4، تعالى نجيب نقطة المنتصف اللي هي الميم. اجمع السينات يبقى 5 و -2 على 2، اجمع الصادات اللي هي 3 و -4 على 2. 5 و -2 هتديني موجب 3، يبقى دي 3 على 2. 3 و -4 الشرط الكبير سالب، يبقى -1 على 2. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت نقطة المنتصف طلعت معايا 3 على 2 وسالب 1 على 2. طب انا يا باشمهندس كده بقى هجيب نقطة دال ازاي؟ قلنا بنفس الطريقة، انا معايا باء صح؟ باء اللي هي ايه؟ 3 وسالب 2، وجبنا النصف يا باشمهندس اللي هو ميم طلع معايا ب 3 على 2 وسالب نص، وفاضل معايا الدال اللي هي السين والصاد. خلي بالك السين في الطرف، يبقى هضرب السين اللي في النص في 2 وهطرح منها السين اللي انا عارفها، دي راحت مع دي اصبحت 3 ناقص 3 بتساوي 0. برضو الصاد في الطرف، هضرب الصاد اللي في النص في 2 واطرح منها الصاد اللي انا عارفها، دي راحت مع دي بتضل -1، سالب مع سالب اصبح موجب يبقى -2. الشرط الكبير موجب و2 ناقص 1 بيساوي 1، يبقى اصبحت نقطة د هي 0 و1. يبقى انا جبت له يا باشمهندس احداثي نقطة د اللي هو عايزها هي 0 و1. بعد كده بيقول لي انا عايز مساحة المعين. مساحة المعين قلنا قبل كده كتير هي نص حاصل ضرب طولي قطري. طب ما احنا جبنا بعد اذنك طول ا ج اهو من فوق، طول ا ج بجذر 98، يبقى كل اللي احنا عايزين نجيبه طول ب د. تعال نجيب طول ب د من قانون البعد، ادي الجذر. الباء اكتبها لك تحتها هنا عشان ما تتلخبطش، الباء معايا اللي هي 3 وسالب 2. يلا بينا، 0 ناقص 3 يبقى -3 كل تربيع، زائد 1 ناقص ناقص 2 يبقى 1 زائد 2 اللي هي 3 تربيع، يبقى يساوي جذر -3 تربيع اللي هي 9 و3 تربيع ب9 يبقى جذر 18. مساحة المعين نص حاصل ضرب طولي قطريه، يبقى جذر 18 في ا ج اللي احنا جبناها فوق بجذر 98. خلاص يبقى هنضرب ده كله في بعضه يا باشمهندس بعد اذنك. تعالى كده نشوفه، هو الجذر 18 بكام؟ ب 3 جذر 2، يعني ممكن اقول نص في 3 جذر 2 في جذر 98 كام؟ ب 7 جذر 2، ده زي الفل. يبقى يتساوي ماشي 3 في 7 يبقى 21 على ال2، جذر 2 في جذر 2 اللي هي ال2، ال2 راحت مع ال2 يبقى اصبحت 21 وحده مربعه. يبقى جبت المساحه بتاعتي 21 وحده مربعه. مسألة زي ما انت شايف طويلة جدا جدا، بتعتمد على الدرسين مع بعض، فعشان كده قلت لك لازم تركز ان احنا هنحتاج الدرسين سوا. خلاص يا باشمهندس بكده خلصنا السؤال ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 22 بيقول لي اثبت ان النقط ألف وباء وجيم هي رؤوس مثلث متساوي الساقين رأسه ألف. يعني ايه؟ هنجيب ألف باء برضه وباء جيم وألف جيم، هيطلع لي 2 قد بعض برضه يا باشمهندس بقانون البعد. ألف باء بيساوي، حط الجذر شلت، يلا ألف باء -3 ناقص 3 اللي هي -6 كل تربيع، زائد 0 ناقص 4 اللي هي -4 كل تربيع بيساوي جذر -6 تربيع ب36 و-4 تربيع ب16 يبقى هيساوي جذر 6 و6 12 معايا 1 4 و1 5، أصبحت معايا جذر 52. تعالى كده نشوف جذر 52 ليه عدد ولا لأ. تمام، 2 جذر 13 وحدة طول طبعا. تعال نجيب يا باشمهندس بعد إذنك باء جيم بيساوي جذر، شد الجذر باء جيم 3 ناقص 1 يبقى 2 كل تربيع، زائد 4 ناقص ناقص 6 يبقى أصبحت معايا 4 زائد 6 اللي هي 10 تربيع بيساوي جذر 2 تربيع ب4 و10 تربيع ب100 يبقى جذر 104.
لما تيجي كده نشوف جذر 104 يا باشمهندس بكام؟ ب2 جذر 26. 2 جذر 26. تعالى يا باشمهندس نجيب بقى اخر حاجه اللي هي ألف جيم. يلا شد الجذر. ألف جيم سالب 3 ناقص 1 الكل تربيع زائد 0 ناقص ناقص 6 يبقى 0 زائد 6 الكل تربيع يبقى يساوي سالب 3 وسالب 1 سالب 4 سالب 4 تربيع ب 16 زائد 0 و 6 يبقى 6 6 تربيع ب 36 يبقى اصبحت برضه جذر 52 اللي هي 2 جذر 13. هقول له انا اصبح ان لدي ان ا ب بتساوي ا ج يبقى المثلث ا ب ج متساوي الساقين. يبقى انا كده يا باشمهندس اثبتت له اول حاجه. بيقول لي ثم اوجد طول القطعه المستقيمه المرصوفه من ا عمودي على ب ج. طب ما كده بعد اذنك نرسم المثلث ا ب ج. انا جبت يا باشمهندس دلوقتي بيقول لي احسب القطعه المستقيمه العموديه من ا ل ب ج اهي. خلي بالك طالما عموديه بقى بتنصف القاعده يبقى دي قد دي. طب ما انا معايا بقى يا باشمهندس اللي هي 3 و4 ومعايا ج يا باشمهندس اللي هي 1 وسالب 6 ومعايا الالف اللي هو سالب 3 و1. طب ما انا يا باشمهندس هقدر اجيب من قانون المنتصف اجيب نقطه د صح؟ يبقى تعالى كده نجيب نقطه د. السينات بتاعتها اجمع السينات مع بعض يبقى 3 زائد 1 على الاثنين يبقى 4 على الاثنين بتساوي 2. هات الصادات بتاعتها اجمع الصادات يبقى 4 زائد سالب 6 على الاثنين. 4 سالب 6 سالب 2 سالب 2 على 2 سالب 1. يبقى اصبحت نقطة د يا باشمهندس هي 2 وسالب 1. يبقى كده يا باشمهندس جبنا د ب 2 وسالب 1. هو بيقول لي عايز طول القطعة دي، أنا عايز طول أ د، فهجيب طول أ د منين يا باشمهندس؟ من قانون البعد. يبقى أ د بيساوي جذر، شد الجذر يلا. أ مع د، سالب 3 ناقص 2 يبقى سالب 5 كل تربيع زائد 1 ناقص ناقص 1 يبقى 1 زائد 1 اللي هو 2 الكل تربيع بيساوي جذر. سالب 5 تربيع ب 25، 1 زائد 1 2، 2 تربيع ب 4. يبقى أصبح طول أ د بجذر يا باشمهندس 29 وحدة طول، خلاص؟ طيب هو دلوقتي من أ ب على عمودية على ب ج، في حاجة تمام، تعالى كده نشوف أ سالب 3 و1. وجبنا الدال بتاعتنا بكام يا باشمهندس؟ جبنا الدال بتاعتنا ب 2 وسالب 1، سالب 3 ناقص 2 يبقى سالب 5، 1 ناقص ناقص 1 يبقى 1 زائد 1 تمام، يبقى 5 تربيع زائد 4 يبقى جذر 29، تمام ركز معايا بس عشان أنا نقلت الألف غلط، الألف بسالب 3 وصفر، خلاص؟ تمام، تعالى نرجع تاني، 0 ناقص ناقص 1 يبقى 0 زائد 1، سالب 5 تربيع ب 25 وصفر زائد 1 يبقى 1، 1 تربيع ب 1. 25 زائد 1 يبقى جذر 26 مش جذر 29، خلاص يا باشمهندس؟ يبقى الإجابة بتاعتي هي جذر 26 هو ده طول العمود اللي هو عايزه، خلاص يا باشمهندس؟ بكده خلصنا الجزء ده من الأسئلة، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 23 بيقول لي أ ب ج مثلث فيه أ وباء وج بكذا، أثبت أن المثلث أ ب ج متساوي الساقين ثم أوجد مساحة سطح. اول برضه متساوي الساقين يبقى نستخدم قانون البعد. الالف باء بيساوي ادي الجذر يا باشمهندس الف باء، ركز بقى في المساله عشان ما نغلطش، 1 ناقص 3 يبقى سالب 2 الكل تربيع زائد الف باء، 1 ناقص 1 يبقى 0 الكل تربيع يبقى بيساوي جذر، سالب 2 تربيع ب 4 يبقى جذر ال 4 بيساوي 2 يبقى طلعت معايا 2 وحده طول. تعالى نجيب باء ج بيساوي ادي الجذر، 3 ناقص 1 يبقى 2 الكل تربيع زائد 1 ناقص 3 يبقى سالب 2 الكل تربيع بيساوي جذر، 2 تربيع ب 4 سالب 2 تربيع ب 4 يبقى جذر 8 اللي هو 2 جذر 2 وحدة طول. طب ما تيجي كده نجيب طول أ ج، جذر أ ج 1 ناقص 1 يبقى 0 تربيع زائد 1 ناقص 3 يبقى سالب 2 الكل تربيع، هيطلع معايا جذر سالب 2 تربيع ب 4 جذر ال 4 ب 2، بما أن أ ب بيساوي أ ج يبقى المثلث متساوي الساقين. بعد كده يا باشمهندس بيقول لي أوجد مساحة سطحه، طب ما هو مساحة سطحه اللي هو نص طول القاعدة في الارتفاع، ركز معايا. أدي المثلث وأثبتنا إن هو متساوي الساقين ده قد ده، وأدي الباء وأدي الجيم، أنا معايا الباء بكام يا باشمهندس؟ بتلاتة واحد، والجيم بواحد وتلاتة، والألف بواحد وواحد، حلو أوي. بيقول لي عايز يثبت عايز مساحة سطح نص طول القاعدة باء ج، ما احنا جبنا طول باء ج تمام، في الارتفاع اللي هو مين؟ لازم بيبقى عمود على القاعدة اللي هو هنسميه د،
ودي قد دي، يبقى هجيب احداثي د وبعدين اجيب طول ا د. طب ما ده في النص اعرف اجيب الاحداثي بتاعها، السين بيساوي 3 زائد 1 على الاثنين يبقى 4 على الاثنين فيها الاثنين. صوب بتساوي 1 زائد 3 على الاثنين، 4 على الاثنين فيها الاثنين، يبقى اصبحت نقطة د هي 2 و2 اهي. طب ما تيجي كده بقانون البعد نجيب ا د بيساوي جذر. يلا 2 ناقص 1 يبقى 1 الكل تربيع، زائد 2 ناقص 1 يبقى برضو 1 الكل تربيع بيساوي جذر 1 زائد 1 يبقى طلع جذر 2. طب ما مساحة المثلث كام يا باشمهندس؟ نص. طول القاعدة اللي هي بقى ج اللي جبناها ب 2 جذر 2 في الارتفاع اللي هو أ د اللي هو جذر 2، الاتنين راحت مع الاتنين، جذر 2 في جذر 2 هيديني اللي تحت الجذر اللي هو 2، يبقى 2 وحدة مربعة، يبقى مساحة المثلث بتاعي 2 وحدة مربع. خلاص يا باشمهندس، مسألة برضو بسيطة. رقم 24 يا باشمهندس بيقول لي أ ب ج د متوازي أضلاع. أ ب ج د متوازي أضلاع، حلو. معايا الألف بتلاتة وأربعة، الباء باتنين وسالب واحد هي أربعة، الجيم بسالب أربعة وسالب تلاتة، والدال. بيقول لي عايز احداثي د. اول حاجه خلي بالك ممكن نجيبها بقانون البعد الدرس اللي فات، هنجيب البعد بين باء وجيم وهو هو البعد بينه وبين ا د لان كل ضلعين متقابلين قد بعض، ونطلع د. او بالطريقه الجديده بتاع الدرس النهارده ان الاقطار بتنصف بعضها البعض، يبقى دي ميم هي هي منتصف ا ج وهي هي منتصف باء د، يبقى عشان اجيب الميم بيساوي هجمع السينات يبقى 3 زائد سالب 4 على الاثنين، و هجمع الصادات يبقى 4 زائد سالب 3 على الاثنين بيساوي 3 وسالب 4، إشارة الكبير سالب 4 ناقص 3 1 يبقى سالب 1 على الاثنين، و 4 زائد سالب 3 إشارة الكبير اللي هي الموجب، و 4 ناقص 3 يبقى 1 على الاثنين. يبقى أنا جبت نقطة ميم بسالب 1 على الاثنين هي هي نص باء د. طب ما تيجي كده نرسمها مستوية، الباء ب 2 وسالب 1، الميم يا باشمهندس جبناها بسالب نص ونص، وبعد كده النقطة اللي هي الدال دي ميم ودي باء هنفرضها إن هي س وص زي ما احنا فرضناها فوق. خلي بالك إن س في الطرف، طالما في الطرف يا باشمهندس يبقى عشان أجيبها هضرب السين اللي في النص في 2 يبقى سالب 1 على 2 في 2 ناقص السين إن أنا عارفها اللي هي الاتنين بتساوي الاتنين راحت مع الاتنين، يبقى سالب 1 في 1 بسالب 1 ناقص 2، الاتنين سالب ينقل السالب اجمع الأرقام 1 و 2 3، يبقى جبنا إن السينات بكام؟ بسالب 3. الصادات بنفس الطريقة، الصاد اللي انا عارفها بنص هضربها في 2 ناقص الصاد اللي هنا اللي هي سالب 1، صح؟ يبقى 2 راحت مع الاثنين، الصاد اللي انا عارفها هنا ناقص ناقص 1 يبقى زائد 1، تمام. 1 زائد 1 يبقى يطلع بكام؟ ب 2. يبقى النقطه بتاعتي يا باشمهندس اللي هي د سالب 3 و2، حلو قوي. بيقول لي بعد كده خذ هاء تنتمي لألف د، حيث أ هاء بيساوي 2 أ د. تعالى بس أرسم لك هو رسمة المتوازي أهي، أنا هرسم أ د تاني أهو، الألف بتلاتة وأربعة وجبنا الدال دلوقتي بسالب 3 و2، يبقى أدي الدال سالب 3 و2، أدي الألف وأدي الدال. بيقول لي إن هاء بتنتمي لأ د، موجودة على أ د، حيث أ هاء بيساوي 2 أ هاء أ د، يعني أ هاء قد أ د مرتين، يبقى يا باشمهندس دي كده 2 أ د. الأ هاء بيساوي 2 أ د، ركز معايا، ده بيقول لك إن أ هاء قد أ د مرتين، يعني لو حطيناها نسبة كده هقول الأ هاء لما أجيب الأ د تحتها يبقى هتساوي العدد اللي هو 2 وأجيب العدد اللي هنا 1، يبقى أ هاء 2 وأ د نسبتها كام؟ نسبتها 1، يبقى أ هاء قد أ د مرتين. طب ما إحداثي النقطة هاء، هعمل فيها إيه يا باشمهندس؟ أنا هفرض دلوقتي هاء، تمام؟ بعد ما أفرض هاء هجيب من إحداثي المنتصف الإحداثي بتاعه، وبعد كده يا باشمهندس هطلع هاء بكل سهولة، تمام؟ تمام، آدي أ د سالب 3 و4، والدال سالب 3 والاتنين، وآدي الهاء اللي هي س وص. ليه يا باشمهندس فرضتها بعيد؟ عشان بيقول لك إن أ هاء الكبيرة قد أ د مرتين. يبقى الدال في النص، يبقى السين اللي انا عايزها في الطرف يبقى السين بتساوي السين اللي في النص في 2 ناقص السين اللي عارفها يبقى ناقص ناقص 3 بتساوي سالب 3 في 2 بسالب 6
سالب في سالب وموجب يبقى زائد 3، سالب 6 الالف ده 3 و4 مش سالب 3 خلاص، يبقى دي موجب 3، يبقى موجب 3 في 2 يبقى موجب 6، سالب مع سالب موجب يبقى 6 و3 9، يبقى جبنا السينات. طب الصاد، الصاد اللي في النص هضربها في 2 ناقص الصاد اللي انا عارفها اللي هي 4، 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 4 بيساوي 0، يبقى جبنا احداثي هاء يا باشمهندس اللي هو ايه؟ سالب 9 و0. خلاص مساله برضو جميله جدا جدا. خلاص تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 25 يا باشمهندس بيقول لي ا ب ج د شكله رباعي، ارسم شكل رباعي باي شكل يعجبك. ا ب ج د، بيقول لي س وص وعين ولام منتصفات ا ب و ا د و ب ج ودال ج على الترتيب. يعني ايه؟ يعني س في نص ا ب، ما هو بالترتيب، يبقى دي س ودي ادي دي، ص في نص ا د يعني ص في نص ا د يعني دي ادي دي، عين في نص ب ج دي عين يعني دي ادي دي، لام في نص د ج يعني دي لام يعني دي ادي دي. ماشي يا باشمهندس. بيقول لي عايز قيمه ميم زائد نون. ركز بقى معايا، كل اللي هنعمله هنعمل عمل بسيط اللي هو بقى ده. ازاي؟ من س في النص وص في النص، يبقى القطعه الواصله بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نص، يبقى س ص بتساوي نص ب د، وبرده عين في النص ولام في النص لو وصلناها يبقى القطعه الواصله بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث اللي هو بقى ده برده وتساوي نص، يبقى عين لام بتساوي نص ب د. طب ما حلو، طب ما دي نص د د ودي نص ب د، يبقى اصبح ان س ص بيساوي عين لام، صح؟ وعندي ان دول متوازيين، طب ما يبقى يصبح الشكل اللي هو س عين ص لام متوازي اضلاع، لان كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين. صح؟ صح يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي ان نص س لام اللي هي القطر هو هو نص عين ص، صح؟ يبقى منتصف س لام اللي هو القطر هو هو منتصف ص عين اللي هو القطر. لما تيجي كده نجيب منتصف س لام، س مع لام يبقى 2 زائد سالب 4 على الاثنين، و 3 زائد نون على الاثنين تساوي افتح قوس منتصف ص عين، يلا ص مع عين يبقى م زائد 1 على الاثنين، و 3 زائد سالب 1 على الاثنين. خلاص يا باشمهندس يلا بقى. 2 زائد سالب 4 يبقى سالب 2، سالب 2 على 2 بسالب 1 بتساوي، او ممكن طريقة اسهل هنخلي دي يا باشمهندس 2 زائد سالب 4 على 2 بتساوي الاول هنا اللي هو السين بيساوي الاول هنا، يبقى م زائد 1 على 2، الاثنين هتروح مع الاثنين، 2 زائد سالب 4 يبقى سالب 2 بيساوي م زائد 1، الواحد هروح الناحية التانية يبقى سالب 1، سالب 1 وسالب 2 يبقى الم بتساوي سالب 3. حلو قوي. طب تعالى التانية بنفس الطريقة، يبقى 3 زائد نون على 2 بتساوي 3 زائد سالب 1 اللي هي 3 ناقص 1 ب 2 على الاثنين، الاثنين راحت مع الاثنين، يبقى 3 زائد نون تساوي 2، الثلاثة هتروح الناحية التانية، يبقى تساوي 2 ناقص 3 اللي هي سالب 1. فبيقول لي اجمع لي الميم زائد 2 يبقى سالب 3 ناقص 1 تساوي سالب 4، يبقى أنا جمعت له العددين اللي هو عايزهم مني يا باشمهندس. خلاص ده بالنسبة للسؤال رقم 25. السؤال الأخير سؤال متفوقين واحد بس، السؤال رقم 26. بيقول لي ألف باء جيم دال شبه منحرف، معايا شبه منحرف اسمه ألف باء جيم دال. بيقول لي إن باء جيم 2 ألف دال، باء جيم بيساوي 2 ألف دال يعني قد ألف دال مرتين، معايا الألف بستة وأربعة، معايا الباء بأربعة وسالب 2، معايا الجيم بسالب 2 وسالب 4. ماشي تمام. بيقول لي اوجد احداث النقطه د حيث باء ج يوازي ا د، عايز احداث د اللي هي س وص، و بس خلص كده تمام. دلوقتي يا باشمهندس انا باء ج يوازي ا د تمام، انا دلوقتي معايا الشكل ده تمام، هل انا بعرف اتعامل مع شبه منحرف؟ يعني اقدر اقول ان الاقطار بتنصف بعض؟ لا يا باشمهندس. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا عايز اوصل الشكل ده لشكل تاني، فكل اللي هعمله ان انا هخلي الشكل ده متوازي اضلاع. طب ازاي؟ همد الضلع ده كده على استقامته واقوم جاي كده اهو بيوازيه، فدي معلش خليها فوق الدال اللي هي س وص، وهنسمي النقطه الجديده دي مثلا هاء او مي،
تمام. يبقى اصبح الشكل ا ب ج ه ماله متوازي اضلاعه، صح؟ تمام. يبقى انا يا باشمهندس نص القطر اللي هو ا ج هو هو نص ب ه، صح كده ولا في اختلاف؟ مفيش يا باشمهندس. طب تيجي لك ايه نص ا ج اللي هو الميم، يلا نجيب الميم بتساوي اجمع سينات يبقى 6 زائد سالب 2 على 2، اجمع صادات يبقى 4 زائد سالب 4 على 2 هتساوي 6 ناقص 2 4 4 على 2 فال 2 عدد ومعكوسه 0، 0 على 2 بيساوي 0. يبقى النقطة يا باشمهندس هي 2 و0. طب ما نقطة ميم هي هي منتصف باء هاء، طب ما تيجي نرسم باء هاء كده، ادي الباء 4 وسالب 2 والنقطة دي جبناها 2 و0 والنقطة دي اللي هي الهاء، خلي بالك دي ميم ودي باء. هنفرض ان الهاء دي اللي هي سين وصاد، عايزين نجيبها السين على الطرف اضرب العدد اللي في النص في 2 يبقى 2 في 2 ناقص السين اللي انت عارفها 4 يبقى 4 ناقص 4 بتساوي 0. هنجيب الصاد اضرب الصاد في 2 يبقى 0 في 2 ناقص الصاد اللي انا عارفها اللي هي سالب 2 سالب مع سالب موجب وده بصفر يبقى دي موجب 2. يبقى نقطة هاء طلعت بكام؟ بصفر و2. خلاص؟ يبقى احنا جبنا يا باشمهندس نقطة هاء بصفر و2 وجبنا ميم اللي هي ب2 و0. ما انا يا باشمهندس عرفت بقى ان انا دلوقتي ألف جيم وباء هاء دول بينصفوا بعض في النقطة ميم. طب هستنتج بقى معلومة مهمة، مش أنا معايا إن الألف هاء بيساوي باء جيم إزاي؟ من خواص متوازي الأضلاع يا باشمهندس إن كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. طب ما أنا معايا معلومة إن باء جيم هو اللي قايل عليها أهو راحت فين؟ بتساوي 2 ألف دال، صح يا باشمهندس؟ تمام. الباء جيم دي قلنا إن هي بتساوي مين؟ ألف هاء، فأنا ممكن أشيل الباء جيم دي وحط مكانها ان الالف هاء بيساوي 2 الف دال. طب يا باشمهندس طالما الالف هاء كله نص يبقى ضعف، سوري، الالف دال مش يبقى دال دي في النص؟ ايوه. طب ما احداثي دال، طب ما انا معايا احداثي الف ومعايا احداثي الف هاء، طب ما يبقى يا باشمهندس ادي الالف وادي الهاء وكده دال في النص، طب ما انا كده هجيب احداث نقطه المنتصف، الالف 6 و4 والهاء اللي احنا جبناها 0 و2. يلا يا باشمهندس هات الدال، هنفرض ان هي س وص، يبقى احداثي دال هو هجمع السينات يبقى 6 زائد 0 على 2 وهجمع الصادات يبقى 4 زائد 2 على 2، 6 زائد 0 6 على 2 فيها 3 و4 زائد 2 6 6 على 2 فيها 3، يبقى انا كده يا باشمهندس جبت احداثي النقطه دال 3 و3. خلاص، حتى هو عامل لك الارشاد اهو اكمل متوازي الاضلاع. خلاص بكده يا باشمهندس يبقى احنا خلصنا حصة النهاردة، حصة جميلة، حصة لذيذة، مرتبطين الدرسين ببعض، وقلت لك هنزلك ملخص ما تقلقش بإذن الله، هيبقى فيه التلخيص الحاجات دي كلها ونحلها بأي طريقة بإذن الله. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة بسيطة، أتمنى كنت وصلت لك الحل بطريقة سهلة وبسيطة. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس بإذن الله. بإذن الله حصتنا الجاية هنحل الدرس الثاني جبر، وهو ان احنا تابع خواص التناسب، تمام، على ما اتذكر يعني، اللي هو الدرس الثاني جبر في الوحده الثانيه اللي هو هنكمل خواص التناسب. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.